بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة كلام النهاردة هقوله في بداية الحلقة يمكن ناس تشوفه كلام مكرر أو معاد أو قلناه قبل كده، لكن لما هتكملوا وتسمعوا اللي هنستعرضه في هذه الحلقة هتعرفوا دائما السر ليه النادي الأهلي هو النادي الأنجح في مصر أو في أفريقيا، وليه النادي الأهلي قيمته في سوق الرياضة وكرة القدم والدعاية أعلى قيمة في تاريخ الرياضة المصرية. يبقى حاجتين، ليه النادي الأهلي هو الأنجح والأفضل في مصر، قيمة النادي الأهلي هي الأعلى في مصر من الناحية التسويقية، ليه جمهور الأهلي هو الأكثر والأكبر في المنطقة، وليه النادي الأهلي بيحظى باحترام وتقدير كل الأندية والمؤسسات الرياضية في مصر طبعا وفي الدول المختلفة سواء عربية أو أوروبية أو على مستوى العالم كله في كل المناسبات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. إذن أسئلة مهمة جدا جدا هجاوب لحضراتكم عليها، ولكن خلوني أبدأ الحلقة النهاردة بأحد نجوم النادي الأهلي الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. ماله؟ خط قطع. طيب يرجع لنا مرة أخرى كابتن شريف، هسأله في كل الأمور الخاصة بكرة القدم وكل هذه الأمور، ولكن دايما سؤالنا وبيكون واضح وصريح، ولما بنقول الكلام ده الناس بتزعل وبتتضايق أو بتحس إن إحنا بنقول كلام والله العظيم ثلاثة، إحنا بنقول الكلام ده بناء على حقائق ومعايير واضحة. الناجح عنده معايير بتخليه ناجح، الأفضل والأكبر جماهيريا عنده معايير بتخليه الأفضل والأكبر جماهيريا. فإحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم كلام واضح وصريح، ليه النادي الأهلي هو الأفضل والأحسن والأقوى والأعلى تسويقيا هقول لحضراتكم، ولكن أرجع مرة أخرى أو رجع لنا مرة أخرى النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن شريف أولا الحمد لله على سلامتك، وحشنا جدا حبيبي يا كابتن اسلام. الله يخليك، وحشني جدا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله والله. كابتن شريف، يعني النادي الاهلي اولا فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه والبطوله الافريقيه ال11، كيف رايت هذا الفوز ده اولا؟ ثانيا ليه الناس حاسه ان احنا فوزنا بهذه البطوله له شكل مختلف هذه المره؟ في البدايه طبعا يا كابتن اسلام لازم تحيه وتقدير كبيره جدا رقم واحد لجماهير النادي الاهلي ودعمها الكبير المتواجد في كل مكان، هي القلب النابض للنادي الاهلي في كل مكان هي الجماهير. رقم اتنين الاداره، مجلس الاداره قائد الكابتن محمد خطيب طبعا. لو خدنا الموضوع من الاول تلاقي العقبات الكبيره جدا اللي قابلت مجلس الاداره بقائد الكابتن محمد خطيب، والحمد لله بتلاقي رغم العقبات الكبيره دي كم الانجازات والنجاح الكبير جدا في سياسه وقياده فنيه واداريه ناجحه جدا. دي بيقودها طبعا الكابتن محمود الخطيب، فتحيه وتقدير رقم واحد للجماهير، رقم اثنين مجلس الاداره بالكامل بقياده الكابتن محمود الخطيب طبعا. ونيجي بقى ليه طبعا الجهاز الفني بالكامل واللاعبين كل دول لهم دور كبير جدا في النجاح لتكملة المسيرة في النادي الأهلي. طبعا الحمد لله البطولة الأخيرة ال11 أنا بصنفها ثاني أقوى بطولة بعد بطولة القضية ممكن. ده مهم جدا بالنسبة لنا نعرف يعني قيمة طبعا بطولة ماتش القرن ما تقابلش النادي 17/11/2020 أو 27/11 أنا آسف 2020 ما بتقابلش النادي المنافس ليك في مثلا في بلدك غير كل فتره، فما بتحصل بتقابلوا الاثنين في بطوله قاريه ده بيبقى حدث. فدي بالنسبه لي رقم واحد. رقم اثنين وانا بعتبرها البطوله دي في نواحي كتيره جدا نجاحها مش ان انت كسبت الماتش، على فكره البطوله الماتش فنيا يا كابتن اسلام بعيد جدا خلاص، ولكن اهداف البطوله الاداريه وقيمه اللعيبه وقيمه جمهورك وقيمتك في القاره الافريقيه كل دي نجاحات ليك انت حققتها المكاسب الاخيره للبطوله، عشان كده البطوله دي تصنف ثاني اقوى بطوله بعد بطوله القرن. فانا شايف ان النجاح ده نجاح يحسب
مجلس اداره بشكل كبير جدا، واللاعبين حاجه على اعلى مستوى. مستر كولر قدم اداء فني، مش احنا ما بنتكلمش نجاح البطوله الناحيه الفنيه في اخر ماتش بس، لا على مدار البطوله كلها بنقيم مستر كولر على مدار البطوله، هو الجهاز اللي معاه، اللعيبه وقيمه اللعيبه اللي موجوده معاه. كل ده بيسمى نجاح للقياده الفنيه لمستر كولر. ولكن خلينا نتكلم الماتش الاخير، احنا دلوقتي اتفقنا ان هو فنيا بعيد من كلا الطرفين، ولكن ازاي تكسب ماتش في اجواء رهيبه جدا يا كابتن اسلام؟ انت عارف يعني ايه اجواء لعب المغرب. انا الحمد لله وانت كمان طبعا يعني كابتني لعبت ماتشات كثيره جدا هناك، وانا كمان لعبت قدام الوداد بتاع 5 6 مرات في المغرب والرجاء وكل فرق المغرب. لا صعب جدا، الموضوع مختلف هناك. صحيح صحيح، صعب جدا جدا. انا بكلمك واحنا اتكلمنا ونبهنا قبل البطوله كمان، قلنا التحكيم وقلنا الاجواء الجماهيريه وقلنا الاحداث اللي خارج المستطيل اللي الناس ما تفهمهاش كابتن اسلام. حضرتك صحيح صحيح كبير، وانا اعرفها لان انا لعبت في اكبر نادي في افريقيا، فانا عارف يعني ايه قيمه الماتشات وعارف ايه الاحداث اللي بتحصل، الكواليس اللي احنا طبعا ما بنحبش نقولها بالتفاصيل بس نقول حاجات صغيره منها. كل الضغوطات والستريس الموجود على اللعيبه وكل الاجواء الخارجيه والتحكيم واجواء الجماهير، انت الجماهير بتلعب مع الفرقه بتاعتها. الجماهير في وقت معين لو هم كسبانين 1-0 ازاي يولعوا الشماريخ مع بعض ويعطلوا الجيم. كويس ان هم ولعوه. ايه؟ بقول لك كويس ان هم ولعوا الشماريخ ساعتها، يعني انه بعد قبل الشماريخ وبعد الشماريخ حاجه ثانيه خالص. الحمد لله يعني كل ده باين لك قيمه اللعيبه بتاعتك. طيب والثبات بتاع اللعيبه، لان بين الشوطين طبعا مستر كولر اللعيبه بتاع عندنا كام لعيب كان خارج عن الجيم شويه، متعصب شويه، متنرفز. طبعا هم اساليبهم كلها تنرفز، طبعا احنا الاخوه عرب، احنا بنتكلم بس المنافسه في الملعب. الملعب يعني طبعا احنا اخوه كلنا وكل حاجه طبعا. طبعا. ولكن الحمد لله مستر كولر لقينا الشوط الثاني كابتن اسلام اللعيبه هديت اكتر، بقى فيه هدوء. في لو لاحظت يمكن تشوف كام تمريره قبل ما يجي لنا الكورنر اللي عمله علي معروف. استحواذ، تدوير الكوره، في اللعب في العمق وارتداد ثاني ولعب على الاطراف لغايه ما قدرنا نجيب الكورنر ونسجل. دي شخصيه لعيبه وشخصيه مدرب. ايوه. ودي شخصيه وقيمه المكان اللي انت موجود فيه. انت ما بتبانش غير في البطولات الكبيره وتحت الضغوط الكبيره. دي زي طبعا يا كابتن اسلام قيمه النادي الاهلي، ومبروك طبعا لجماهيرنا ومجلس الاداره وكل الجهاز الفني. شريف انا هاخدك بس في منطقه اخرى، لانه يعني انا عارف ان انت دلوقتي مش متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بسبب اعتقد طموحك. يعني انت قدمت اعتقد موسمين او ثلاثه ويمكن اكتر شويه كمان، نجاح باهر في كل شيء وكل الامور، ولكن الطموح دلوقتي الانتقال الى مرحله اخرى اعتقد كده. انا انت احنا ما اتكلمناش مع بعض ولكن انا اعتقد كده. طبعا يا كابتن اسلام يمكن الحمد لله انا بس لسه ما اعلنتش طبعا ولا اتكلمت بشكل كبير، يمكن اول مره اقول لحضرتك يعني. انا طبعا استاذنت من كابتن الخطيب، انت عارف انا ما فيش خطا، ما فيش حاجه اسمها حد يقدر يستاذن ويمشي. احنا ما بنمشيش من النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي يقول لنا اتفضل. ده احنا اسلوبنا كده في النادي يعني. فطبعا انا بقى لي 5 سنين في قطاع الناشئين الحمد لله، تدرجت بجميع الفرق في القطاع، مدير فني 3 سنين ورا بعض لحد فريق الشباب. فانت لو مدرب ما عندكش طموح يا كابتن اسلام ما ينفعش، لو ما عندكش الطموح بتاع ان انت يبقى عندك خطوات ثانيه يبقى انت كده مدرب عديم الطموح. فانا طبعا رحت للكابتن خطيب واتكلمت معاه، ويمكن انا مش عايز اقول لك بس الخطوات اللي تمت لان هي كان فيها كذا حدث يعني محتاجه حته طويله شويه. يعني انا اقول لك حاجات بسيطه يعني. فالحمد لله يمكن الكابتن خطيب في عز ماتش الوداد ونهائي افريقيا ماتش هنا وهو مسافر، عايز اقول لك ان هو كان على تواصل معاه. فدي وباين لك قيمه الحمد لله رئيس النادي، وعارف يعني ايه قيمه النجوم واللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين في النادي ويقدرنا ازاي وبيحتويني ازاي، وده مهم جدا بالنسبه لي. والحمد لله يمكن لغايه دلوقتي على تواصل معاه. دي حاجة كبيرة بالنسبة لي جدا، أنا قلت يعني أنا إزاي يعني الحمد لله الناس طبعا إحنا الحاجات بتاعتنا ما بنحبش نتكلم فيها كتير، ولكن هو الكابتن لسه على تواصل معايا وقلت له يا كابتن أنا في 1 2 3 فأهدافي كذا كذا كذا، قال لي لأ عندك طموح ولازم خطواتك تبدأها
وهنتفضل واحنا معاك. طبعا هي حاجه محترمه جدا يعني جداً اتفضل جداً. اتفضل واحنا معاك. احنا في ظهرك ومعاك واي حاجه هتحتاجها بتاع وده بيتك وفي اي وقت موجود عايز ترجع اتفضل بنفس الطريقه كده يا كابتن. وقال لي وانا في ظهرك وانا هفضل معاك في. وطبعا الحمد لله يمكن طبعا بعد الكلمتين دول انا ارتحت جدا واخدت الاذن منه وتوكلت على الله وبلغت الناس في النادي. كابتن خالد طبعا بيبو كابتن بدر رجب طبعا كان نفسي اشتغل مع كابتن بدر راجل كان لسه جاي. كان اكتر واحد انا حزين اني مش هشتغل معاه لان هو كان زعلان جدا ان انا ماشي. هو طبعا كابتن خالد بيبو ومعاهم طبعا وليد سليمان صديقي ونائب رئيس القطاع وكابتن ناجي. الناس زعلوا جدا جدا ان انا ماشي نفسهم اكون متواجد. كلنا هنكمل بعض وهندي دفعه كبيره للقطاع طبعا. ولكن يا كابتن اسلام انت عارف طالما اتربينا في النادي ده النادي ده بيدينا خطوات مهمه جدا في حياتنا. يعني انا راجل واخد كارير التدريب والنواحي الفنيه ففي دفعه كبيره لما يجي كابتن محمود الطيب يقول لي ابدا خطواتك واحنا معاك واحنا في ظهرك. يمكن الحمد لله انا لو راجل مش ما عنديش طموح ما هقبل اقعد يعني ما ينفعش. لسه كنت هقول لك صح ما ينفعش اصل انت داخل في ريسك يعني انت لسه هتنتظر ايه اللي هيحصل والدنيا بالظبط. الحمد لله بدانا خطوات والحمد لله بدات عروض تيجي الحمد لله في الدوري الممتاز دوري الدرجه الثانيه كويس جدا ان شاء الله كويس جدا حاجات ثانيه بتمثل منتخب مصر فباذن الله كل ده هيبقى موجود في بدايه الموسم الجديد ان شاء الله وان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه قريبه ان شاء الله. يعني انا برضو هقول لك ان احنا في ظهرك وطالما رمزنا ورئيس النادي عندنا قال هذا او رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قال هذا الكلام اذا الجميع وكل جمهور النادي الاهلي هيبقى في ظهرك لان انا عارف ان انت اربع او خمس سنين نجاح متواصل ونجاح باهر مع كل الفرق والقيادات الفنيه اللي انت مسكتها خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتت وبالتالي انا بشكرك على اربع او خمس سنين وبشكرك في نفس الوقت على هذا الطموح ان انت كيف تفكر لمستقبلك خصوصا ان في ريسك برضو انت ما انت مش هتشتغل دلوقتي على طول ولكن الريسك دلوقتي ان انا عايز اشوف طموح اخر. ده حقيقي يا كابتن اسلام يمكن احنا ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن متشكر جدا وان شاء الله هتلاقي حاجه كويسه واحنا ده اللي اتربينا عليه. انت لما تلعب في نادي كبير انا كده الحمد لله ست سبع سنين في النادي الاهلي وانا لعيب خمس سنين وانا مدرب 12 13 سنه فالحمد لله وانا لعيب حوالي 14 بطوله وانا برده مدرب الحمد لله حصلت على بطولات فكل دي الحمد لله انجازات وده اللي عودنا عليه النادي. لازم يبقى عندك طموح متجدد. ايوه كل اهدافك وبطولاتك انت ما بتلعبش في حته صغيره انت بتلعب في نادي كل نفس ده يعني الناس لسه مخلصين ال 11 بيقول لك ال 12 صحيح صحيح ده اللي اتربينا عليه وده لو ما عندكش طموح ما اعتقدش ان حد يقدر يفضل موجود في النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا وكل التوفيق خلال الفتره اللي جايه واتمنى ان احنا نشوفك طبعا على شاشه قناتنا قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. الحقيقه شريف بالنسبه لي هو مثل لما يعني ليه احنا جايبين شريف النهارده. طبعا يبارك ويستحق لانه عاش الاجواء والاحتفالات دي قبل كده ولكن على الجانب الاخر عندما يكون عندك طموح ان انت خلي بالك النادي الاهلي هيستفيد بشريف في وقت من الاوقات. انا بقول لحضراتكم من دلوقتي لانه النادي الاهلي بيقف مع الناس اللي بتبقى موجوده او ابنائه واللي بيحصل اعتقد بتشوف حتة تانية الناس عماله تقطع في بعض وتخبط في بعض على الشاشات واشتموا في بعض على الشاشات. انا الحقيقه ما بحبش الطريقه دي. يعني انا في بعض الاوقات يقولوا لي خلي بالك في كابتن فلان وكابتن فلان وكابتن فلان. اتحدى لو حد جاب اي حد مش اسلام اي حد في قناه النادي الاهلي بيتكلم على ممكن نكون بننتقد اداء مسؤول اهلاوي موجود في احدى المؤسسات او حاجه لكن ان احنا نتكلم على شخصه استحاله. عمرنا ما هتلاقوا هذا الكلام، لكن انتقد حقي ان انا انتقد بالمناسبه، انا بنتقد يعني في اقرب من بركات مفيش، اذا بركات عمل حاجه غلط بنطلع بالنسبه لي يعني، ف لو بركات عمل حاجه غلط بنطلع نقول ان هو عمل حاجه غلط. عادي جدا. اللي انا اقصد اقوله ان شريف
وهو بيتكلم بيتكلم بقيم النادي الأهلي وبأخلاق النادي الأهلي وبمبادئ النادي الأهلي. فشكرا لشريف، وان شاء الله هنقف معاه خلال الفتره اللي جايه زيه زي بقيه ابناء النادي الاهلي. شاشه قناتكم دايما مفتوحه امامكم. مره تانية ارجع للموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، انه ليه النادي الاهلي ناجح؟ ليه النادي الاهلي قيمته في سوق الرياضه وكره القدم والدعايه اعلى قيمه في تاريخ الرياضه المصريه؟ ليه جمهور الاهلي هو الاكثر والاكبر في المنطقه كلها؟ ليه النادي الاهلي بيحظى باحترام داخلي وخارجي دائما في كل البطولات والمناسبات اللي بيشارك فيها؟ الحقيقه الموضوع ده مش من فراغ. قلنا ان النادي الاهلي مؤسسه رياضيه وثقافيه واجتماعيه لها تقاليدها الخاصه. التقاليد والاسس اللي بيمشي عليها النادي الاهلي من نشاته 1907 ولحد النهارده وفي المستقبل. اذا كنت تريد ان تعرف اين السر، هذا هو السر. سر الجماهيرية وحب الناس، كل الـ 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 القيم والأخلاق هي سر التفوق الرياضي والاقتصادي للنادي الأهلي. يعني مثلا هتلاقي النادي الأهلي ومن خلال تقاليده المتأصلة والمتوارثة جيل ورا جيل بيحافظ دايما على قيمته وصورته الذهنية عند الناس. لو عندنا أخطاء، النادي الأهلي عنده أخطاء بيتداركها وبسرعة، حريص دايما على المنافسة الشريفة في الملعب على كل البطولات وعلى كل الألقاب في كل الألعاب. النادي الأهلي دايما له مواقف وطنية، لأن النادي الأهلي من تأسيسه ولحد النهاردة نادي بينتمي للدولة المصرية وبيمشي على نفس خط الدولة المصرية. النادي الأهلي بيشرف مصر في كل المحافل بنجاحاته المختلفة. نقطة أخرى أو سر آخر، الاحترافية. النادي الأهلي بيتعامل مع أي موقف أو ملف باحترافية شديدة، وزي ما الكتاب بيقول ظروف مختلفة كثيرة قد تكون جيدة أو قد تكون سلبية أو قد تكون إيجابية مرت على النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، خصوصا آخر 5 سنين، من فيروس كورونا، توقف نشاط رياضي، خسارة بعض البطولات، ولكن النادي الأهلي في زمن قياسي بيتدارك كل ده. السنة دي تحديدا، انا هتكلم على السنة دي، بيعمل موسم اعجازي وبيشارك في كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، وبيشارك في بطولات العالم سلة ويد. احنا هنا بنتكلم على منظومة احترافية في الإدارة. اما بالنسبة للشق الاقتصادي في النادي الأهلي دايما بيكون مميز عن اي نادي تاني، مش في مصر، انا ما بتكلمش هنا في مصر، انا بتكلم في قاره افريقيا. يعني بنتكلم عن افتتاح مقر النادي الاهلي الرابع في منطقه القاهره الجديده، يعني 4 مقرات موجودين. بالمناسبه يعني الاهلي بقى مغطي القاهره الكبرى تقريبا من شرقها لغربها، يعني زايد وتجمع ووسط جزيره ومدينه نصر. حضرتك هنا بتتكلم عن وفاء النادي بكل الالتزامات المالية عليه رغم كل التغيرات الاقتصادية اللي بتحصل في صناعة الرياضة. أنا هنا بتكلم عن النواحي الاقتصادية، وصناعة الرياضة دي مش في مصر ولكن على مستوى العالم. بنتكلم عن نادي ما عندوش مشاكل في الحصول على رخصة إفريقية في مختلف الألعاب، لأن احنا الحمد لله والشكر لله ما عندناش مشاكل مع لاعبين أو مدربين، ما عندناش مديونيات لحد. هذا هو سر تميز النادي الأهلي. الاحترافية دي الحقيقة من وجهة نظري بتحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. بالتالي الموضوع له تفاصيل كثيرة جدا نتكلم فيها ونستعرضها ونقول زي ما احنا عايزين. نقول عن النجاح الاقتصادي للنادي الأهلي في مختلف المستويات مش بس في كرة القدم. الحقيقة أنا بس حبيت أبدأ بهذه المقدمة لأنه هنتكلم في موضوعات متصلة بهذا الكلام خلال الحلقة، ولكن كالعادة دايما خلونا نروح نشوف أول تقرير عندنا. تقرير أن النادي الأهلي هو منظومة متكاملة، هذه المنظومة تواصل كتابة التاريخ والحاضر والمستقبل.
بالفعل هنا الانجازات والبطولات من خلال هذا النادي الكبير والعظيم بجمهوره الحقيقه. موضوع اخر عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. طيب طيب قبل بس بتكلم في الموضوع اللي جاي ده، معايا تليفون مهم جدا من احد النجوم واحد العظماء في كره القدم وفي النادي الاهلي الحقيقه. انا لا اتحيز له لانه زميلي وصديقي وصديق عمر يعني، ولكن هذه هي الحقيقه. عندما تتكلم عن الافضل في استوبارات مصر او سردباكات مصر زي ما بنقول زمان، مش هتقول غير وائل جمعه. فمعانا النجم الكبير كابتن وائل جمعه في مداخله هاتفيه على الهواء مباشره. يا نجم النجوم، مساء الخير يا اسلام، ازيك؟ مساء الفل يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشني وكل جمهور الاهلي وحشني، والله العظيم وحشني جدا يا اسلام. ويعني الواحد يعني ان شاء الله في اقرب فرصه ابقى معاكم باذن الله، واتواصل معاك مع الناس كلها عندك ان شاء الله. انت اللي وحشنا، واحنا بنشوفك طبعا في بين سبورتس على طول دايما، ويعني امبارح كمان دايما او دايما متالق الحقيقه في نهائي دوري الامم الاوروبيه، حتى دايما بنشوفك ودايما بتفرج عليك، مش عشان انت وائل جمعه، طبعا عشان وائل جمعه، ولكن ايضا علشان لك اسلوبك في التحليل. اذا كان اللاعب اللي قدامك او الفريق اللي قدامك جيد باستثناء النادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي بيظل دايما في قلبك، بتقول دايما الحق على الهواء في كل حاجه الحقيقه وائل. ربنا يخليك يا اسلام، والحمد لله يعني الواحد بيجتهد وبيسعى ان هو دايما يصيب في الراي، وتعرف الاجتهاد الحمد لله بيجيب نتيجه كويسه وبيخليك دايما مركز ومتعايش حقيقي. وبالاضافه للناس بقت الحمد لله كلها بتفهم كوره وبتقدر الكلام اللي بيتقال، وبتشوف مين محضر ومين مش محضر ومين مذاكر ومين متابع، فيعني الحمد لله على التوفيق من ربنا في النقطه دي يا اسلام. ويعني خليني بس قبل اي حاجه، انا اتصلت عشان اعزيك في الوالد الله يرحمه. طبعا بس انت طبعا كان العزاء والكلام ده واشتغلت، فيعني على الهوا كده ده بره الحوار بتاعنا، انما كانت فرصه لازم اقولها يعني. لا يا حبيبي، البقاء والدوام لله وحده دايما يعني، انا عارف ان انت لو موجود ربنا يخليك يا حبيبي. طيب كابتن وائل، الحقيقه يعني فوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 11، والحقيقه انا كنت شايفك وقاعدين طبعا كلنا متابعين كلامك وطريقتك وكل حاجه، لكن اعتقد ان هذا الفوز بالنسبه لك بيمثل شيء جوهري، خصوصا في ظل خسارتنا للوداد من الوداد السنه السابقه. انت عارف البطوله الافريقيه بالنسبه لينا دلوقتي يا اسلام بقت في مكانه بطوله الدوري. نعم. الدوري احنا بنعتبره حق اصيل للنادي الاهلي، ولما النادي الاهلي بيختاره سنه الدنيا بتتقلب، فبقت بطوله افريقيا بالنسبه لنا كده. لكن الحمد لله الفضل لربنا طبعا، ثم للجيل بتاعنا في ان هو كسر الحته دي يا اسلام، خلى البطوله بالنسبه للناس مطلب اساسي. وجوه او بره خلي بالك. كمان هو بره ما خلاص ما عادش دي اعتراف بان انت متقبل ان انت تخسر البطوله بسهوله كده. حقيقي. بقت البطوله كل سنه مطلب اساسي للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لان احنا وصلنا النادي للعالميه، والنادي الاهلي بقى نادي عالمي مصنف من كتر تواجده في البطولات اللي في كاس العالم للانديه، ودي نقطه مهمه جدا بتساعد النادي الاهلي في انه يكبر الاسم ويتوسع وعائدات تجاريه كثيره جدا ورعايه وامور كبيره جدا جدا حسيناها من كثر مشاركات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والتواجد الخارجي خارج مصر يعني. فكانت البطوله دي مهمه طبعا جدا جدا، بالاضافه للاحداث اللي حصلت البطوله اللي فاتت من ان احنا كنادي اهلي حسينا ان احنا اتظلمنا. فانت البطوله اللي بعدها لابد ان انت يعني اكتر حاجه، احنا عشنا في النادي الاهلي كتير يا اسلام انا وانت، وعارفين يعني ايه ان انت تبقى انت بطل وتحس ان انت مظلوم سواء بره الملعب او خارج الملعب او جوه الملعب. نعم. فالظلم ده بيخليك عندك حماس ورغبه مضاعفه ان انت تكسب البطوله اللي انت فيها. وده اللي حصل الحمد لله، بالاضافه طبعا للوضع السيء اللي كان فيه الفريق في بدايه البطوله والخروج، او ان انت كنت قاب قوسين او ادنى من الخروج من البطوله. فدي امور كلها
زودت الحوافز والدوافع عند اللاعبين وعند الجمهور، وخلتنا كلنا متحفزين كأننا أول مرة هنفوز ببطولة أفريقيا. صح، ودي نقطة مهمة جدا. صح، ودي نقطة مهمة جدا. احنا لابد ان يبقى عندنا دوافع، ولابد ان احنا يبقى عندنا حوافز، وده قدر النادي الاهلي ان هو يبقى في حاجه بتستفزك دايما. لو انت ما لقيتش حاجه تستفزك، لاعب او جمهور او اداره او مدرب او اي حاجه، خلاص مش هيبقى وقتك انتهى في النادي. فدي نقطه مهمه جدا ساعدتنا بشكل كبير ان احنا نفوز بالبطوله دي، والحمد لله يعني فوز جه مستحق وجه في وقت عزيز جدا، وفي ملعب وفي مكان انت حسيت ان انت اتظلمت فيه. مظبوط. فالحمد لله طبعا على البطوله، ومزيد ان شاء الله من البطولات للنادي الاهلي، وبالطريقه اللي احنا ماشيين بيها في النادي والمحافظه على استقرار الفريق وتواجد دايما افضل اللاعبين، ان شاء الله النادي الاهلي يفضل يحصد البطولات يا اسلام. هكلمك عن هذه النقاط، ولكن كان معايا كابتن احمد الصقر، يعني احمد حسن، من يومين او من ثلاث ايام. طبعا انا اعتذر فعلا لاحمد لان انتوا كلمتوني، بس انا كان عندي استوديو ساعتها. كان اول امبارح تقريبا او اول امبارح. فسالته عن مين افضل حد في هذا المكان، يعني كنت بتكلم عن محمد عبد المنعم، ولسه هسالك عن محمد دلوقتي، ولكن كنت ساعتها بتكلم عن محمد عبد المنعم، فبقول له يعني انا بشوف ان هو يعني بيقترب شويه. قال لي لا، ده هو حتى مش شبه وائل جمعه في الشكل، يعني محمد عبد المنعم بيعرف يلعب وائل جمعه ما بيعرفش يلعب. وبعدين عارف احمد حسن طبعا ما بيسيبش حقه. انت كنت بتقطع فيه ولا ايه؟ احنا كنا بنقطع فيه من فتره قريبه كده. عشان كده فاثناء كاس العرب، انت عارف كنا كان في الفيفا عامل برنامج ليا انا وعصام الحضري ومحمد شوقي. عن الذكريات بتاعتنا، فبيسالوا هم اسئله يعني بيبقى دمها خفيف كده، فبيتكلموا. فطبعا جبنا سيره الصقر، وانت عارف احمد ده لازم يعني لابد ان يبقى كره لوحده في كل حدث. فطبعا خد مننا النصيب الاكبر في التقطيع، فانت عارف الصقر ما بيسيبش حاجه يعديها كده يعني. انا ما خدتش بالي، تصدق، لكن هو بس لا طبعا بس لحق نفسه، خلي بالك هو على الهوا. قال لي لا يا نجم طبعا ده احسن واحد واعظم واحد، وهذه الحقيقه يعني طبعا. فلحق نفسه يعني احمد حسن. لا احمد اسطوره بالنسبه لنا كلنا، طبعا طبعا واحد انا بعتبره من اعظم اللعيبه اللي جت في وسط ملعب الكره المصريه والكره الافريقيه. صحيح بامانه والله، وحقق انجازات وارقام صعب ان حد يحققها، ونجاح على المستوى الاحترافي حتى في تركيا وفي بلجيكا كمان، وجي عمل اضافه لينا في النادي الاهلي. لا صحيح، لابد ان احنا دايما يبقى يذكر بالخير دايما. انا هنا هتكلم عن محمد عبد المنعم، لانه يعني محمد عبد المنعم احرز هدف النهائي وكان الافضل في المباراه النهائيه، حتى انت يعني اتكلمت عنه بشكل جيد جدا. محمد عبد المنعم كان احد اكتشافات منتخب مصر كارلوس كيروش في وجود طبعا كابتن وائل جمعه مديرا للمنتخب في ذلك الوقت. هل كنت تتوقع وصول محمد عبد المنعم لهذا المستوى الرائع الحقيقه اللي هو فيه دلوقتي؟ البدايه بتاعته كانت ممتازه ويستحق التواجد في المنتخب كاساسي، ويستحق التواجد في النادي الاهلي. محمد مجتهد ودماغه كويسه، ويمكن يعني خالي من العيوب يا اسلام، بس صحيح ما تعبوش قوي يعني. هي نقطه العصبيه اللي انا بحسه ان ساعات بيخرج بره التركيز للحظات، بيفقد التركيز بتاعه في بعض اللحظات في اثناء المباريات. انما محمد عبد المنعم من افضل اللعيبه اللي موجوده في داخل افريقيا حاليا في مركز قلب الدفاع، وعنده فرصه كبيره كمان للتطور والتحسن يا اسلام، خاصه انه لسه في بدايه برضو المشوار بتاعه. انما عنده كل المواصفات الحمد لله، قوه بدنيه، تمركز كويس، قرايه للعب، ودي نقطه مهمه جدا جدا في اللاعب اللي بيلعب في قلب الدفاع، بالاضافه لتميزه بقى في الكرات الثابته الهجوميه بالذات، انه بيقدر بيخطف الكرات بالذات الركنيات والفاولات ويتعامل مع الكرات الثابته، خاصه ان دي عندنا نقطه ضعف. انت عارف دايما يا اسلام في النادي الاهلي عندنا دي مشكله في اللاعب اللي يحرز اهداف من كرات هجوميه، يمكن هو ممتاز فيها هو وحمدي فتحي بشكل كبير جدا وياسر، لما بيجي لنا كرات ثابته ودايما بتبقى حل للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، خاصه مع التقفيل الدفاعي اللي في اغلب المباريات النادي الاهلي بيلعبها يعني. اهم ما يميز النادي الاهلي هو الفصل،
يعني احنا بقى لنا اسبوع اهو بنحتفل، كفايه بقى الاسبوع ده نحتفل ونبتدي بقى نخش في معمعه الدوري العام. شايف الدوري العام خلال الفتره اللي جايه ازاي، او بدايه بقى دخول النادي الاهلي في بطوله جديده، بطوله قد تبدو للبعض ان هي سهله لكن انا بشوفها صعبه جدا جدا في ظل التحديات، والكل عايز، كل الانديه المصريه عايزه تكسب بطل افريقيا وعايزه تقول ان احنا افضل وعايزه تقول كذا وكذا وكذا، وبالتالي انت داخل على تحدي اعتقد ان هو الاساسي والاهم في هذه الفتره. كابتن وائل، احنا عندنا مشكله كبيره جدا وهي ان احنا ما عندناش رفاهيه الراحه قدام. يعني بتكسب النهارده بطوله تفكر تاني يوم في الماتش اللي بعده، مش البطوله اللي بعده، الماتش اللي بعده. نعم، يعني انت ما عندكش رفاهيه الانتظار وان انت تعيش في الفرحه، انما الظروف اللي اتكلمنا عليها من شويه، فالفرحه مطلوبه في البطوله دي، فرحه صعبه كبيره جدا. بس فرحه البطوله دي بتفكرني وانت كنت موجود يا سام في فرحه الصفاقس. طبعا طبعا، نفس الاجواء ونفس الاحاسيس، والناس متشائمه والناس مش واثقه في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي دايما بيعمل المستحيل، دايما بيعمل الصعب اللي الناس كلها مش منتظراه. فالحمد لله، يعني النقطه دي الواحد مش قلقان منها، اللعيبه بتاعتنا بقت بتعرف تشتغل كويس يا اسلام، وعندنا بطوله الدوري احنا متقدمين بفارق من النقاط ان شاء الله، مع المباريات المؤجله بالحاله اللي لعبتنا فيها بالمدرب الممتاز اللي انا دايما بشيد بيه يا اسلام، واقول ان احنا كسبناه وهو كسب النادي الاهلي. فبصراحه اضافه ممتازه وواحد من اهم العناصر اللي ساعدت على الاستقرار اللي احنا فيه، اكثر من 16 17 مباراه دلوقتي على التوالي مقدمين اداء ممتاز واداء مقنع وممتع، وزي ما قلت وبقولها دايما وهقولها معاك تاني، ان كولر مدرب يليق بالاهلي ويليق بشخصيه الاهلي. احنا دايما لينا ستايل معين ولينا شكل معين ولينا طريقه معينه، سواء في الكلام سواء في التعامل سواء في كل شيء. فبصراحه مكسب للنادي الاهلي، ونسبه نجاح 100% لغايه دلوقتي الحمد لله في البطولات اللي اشترك فيها، باستثناء كاس العالم للانديه، وده طبيعي جدا ان انت تتنافس مع ريال مدريد بطل اوروبا والانديه دي، وتاخد الثالث في البطوله وتكسب الانديه اللي مستواك اقل منك يعني، وتفوز على 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 بطل امريكا، فريق اللي قيمته السوقيه مرتفعه جدا. فيعني الحمد لله الامور كويسه في النادي والامور مستقره على كل النواحي، فالواحد مش قلقان من بطوله الدوري ان شاء الله بالتركيز اللي احنا فيه ده، وبالمسانده والدعم والثقه اللي الفريق اكتسبها والمدرب اكتسبها. كيفيه الفصل؟ يعني انا دلوقتي خلاص اعتقد ان ابتداء من النهارده، يعني حتى قلت الكلام ده امبارح، ان احنا من النهارده يعني مش عايزين نتكلم في احتفالات، ولكن عايزين نتكلم في استعاده بطوله. خلي بالك احنا حتى هذه اللحظه لم نفعل شيء في بطوله الدوري، حتى هذه اللحظه النادي الاهلي ليس هو بطل الدوري، واحنا متعودين على ان احنا لا نحتفل باي شيء الا بعد انتهاء الدوري. والدوري هينتهي امتى؟ لما يبقى عندك عدد النقاط اكتر من عدد المباريات المتبقيه، يبقى الدوري مخلص، يبقى احنا عندنا تحدي كبير جدا 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 بدايته تبقى يوم الخميس اللي قادم. ازاي نقدر نفصل كلاعبين بقى في ظل هذه الفرحه؟ قفلنا الفرحه، نبتدي نفكر ازاي؟ هو القفل ده يا اسلام بيبقى عباره عن احساس اللعيبه بتحسه وانت داخل النادي، بتحسه من الجمهور اللي في الشارع، بتحسه من الاداره الفنيه ليك في الفريق، بتحسه من اداره مجلس اداره النادي، المشجعين، كل الامور دي بتخليك ما تعيش في الفرحه لحظات طويله. انت بتعيش لحظه معينه، وثم بتيجي بقى لما بيقرب الحدث المهم بالنسبه لك وهو المباراه اللي جايه، المباراه اللي بعد الفرحه على طول، انت بتلاقي نفسك دخلت في 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 جو ان انت فصلت لوحدك. ايوه، يمكن اللعيبه عاشت في الفرحه وتاثر بيها شويه المنتخب، والاجواء الاحتفاليه دي اثرت شويه، ولكن ده طبيعي جدا جدا، لان لعيبتنا كانت محتاجه الفرحه دي. مصر كلها الحقيقه.
طبعا طبعا، انت البطوله في النهايه بتتحسب لمصر. صحيح. احنا في لما بنيجي نحسب الارقام والحاجات دي بنقول مصر فازت بكام بطوله في بطولات دوري ابطال دوري افريقيا. ابطال افريقيا مظبوط. فكان مكسب طبعا مهم ومطلوب لينا، وانا زي ما بقول لك مش قلقان من الفصل بين الاحتفالات دي وبطوله الدوري، واللعيبه ان شاء الله تقدر ان هي اعتقد ان الفصل يعني تم خلاص بمجرد عوده اللعيبه الدوليه من المنتخب، هتلاقي اللعيبه دخلت في جو التركيز وجو الاستعداد لبطوله الدوري، وان شاء الله الامور تحسم وما ندخلش نفسنا في دوامه فقدان نقاط وكلام من ده. طيب اخيرا تقول للعيبه ايه في ظل هذه الظروف، في ظل بطوله خدناها وانتهى الاحتفال بيها وبطوله قادمه انا بشوفها البطوله الاهم والاصعب حاليا؟ طبعا غياب بطوله الدوري عن النادي الاهلي سنتين على التوالي يا سام حدث يعني صعب جدا، وحدث ما ينفعش يحصل في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يخسر البطوله سنتين على التوالي والبطوله الثالثه انت متصدر وانت عندك فرصه لان انت تحسم الامور بمكسب المباريات المتاخره بالنسبه لك، وتيجي تتهاون او تخسر نقاط مضمونه بالنسبه لك بادائك ولو بتركيزك وبجديتك تقدر تحسم الامور. فيعني انا ان شاء الله ما عنديش قلق من النقطه دي، واثق في اللعيبه، واثق ان اللعيبه وصلت للمرحله ان هي عارفه قيمه النادي الاهلي وعرفت قيمه فانيله النادي الاهلي وقيمه شعار النادي الاهلي اللي هو بيعترف بالبطولات وبيعترف بالمكسب وبيعترف بالقتال في كل مباراه وتقديم الصوره المعروفه للنادي الاهلي دايما في كل المباريات. اخيرا وائل لو حابب تقول حاجه للكابتن خطيب لمجلس اداره النادي الاهلي في ظل هذه الظروف. يعني كل الشكر والدعم والمسانده للكابتن خطيب طبعا ومجلس الاداره لواقف ورا الفريق وما تاخرش في اي حاجه واتدخل في الوقت المناسب لانقاذ النادي الاهلي وتعاقد مع مدرب انا اشوف ان هي كانت برضه مخاطره، ولكن اثبت حسن الرؤيه في التعاقد مع المدرب اللي انا زي ما قلت اضافه ومكسب كويس للنادي، وبرغم الحاله الصحيه اللي هو بيعاني فيها ولكن دايما بنشوفه واقف ورا الفريق ودايما مساند للفريق في كل الاوقات، وزي ما الناس بتنتقده لابد ان الناس تديله حقه وتقديره في الوقت اللي الفريق بيفوز بيه، فيعني دايما بيضرب المثل بالقياده الحسنه للنادي الاهلي في كل الاوقات، حقق ارقام وحاجات كتير جدا في الفتره اللي تولى فيها اداره النادي، وهو ده العهد والثقه فيه من جمهور النادي الاهلي ومن الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فربنا يحفظه ان شاء الله ويديله الصحه والعافيه ويفضل مساند للنادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن وائل جمعه احد اساطير مصر والنادي الاهلي. الحقيقه وائل زي ما حضراتكم شايفين بيدعو لشيء واحد فقط، ان احنا نقفل هذه الاحتفالات ونبتدي، وانا قلت لحضراتكم هذا الكلام امبارح، احنا خلاص احتفلنا واتبسطنا الاسبوع اللي فات بالكامل، خلينا بقى ننظر للدوري. خلي بالك عندنا مباراه صعبه، عندنا هتكلم في هذا الامر، ولكن قبل بس ما ارجع للمباريات، وخلي بال حضراتكم انا النهارده عندي الجزء الثاني من هذه الحلقه عندي حد هنتكلم معاه او نجم كبير هنتكلم معاه في كل هذه الامور وازاي الفنيه طبعا، وازاي نقدر عنده وجهات نظر في كل هذه الامور، ازاي قدرنا نكسب هذه البطوله وازاي نفصل ما بين المكسب وان احنا داخلين على بطولة أخرى إن شاء الله يوم الخميس القادم. النجم الكبير كابتن ربيع ياسين يعني 10 دقائق إن شاء الله ولا ربع ساعة بالكثير ويكون معانا على الهواء مباشرة. ربنا يديله الصحة كابتن ربيع، له آراء مهمة جدا، آراء فنية يعني مهمة جدا جدا جدا. وكابتن ربيع بالمناسبة له مكانة خاصة عند جمهور النادي الأهلي. خليني بس أروح للموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم واللي جذب انتباهي النهارده. تصريحات رئيس الاتحاد الطايره اللي قال فيها ان في مديونيات على الانديه حوالي 11 مليون 12 مليون جنيه، في نادي واحد من 8 ل 9 مليون من اصل ال 11 ولا ال 12 المديونيه كلها. الحقيقه وجهه نظري ان ده تصريح خطير. هو ليه المديونيات بتصل لهذه الارقام؟
بعيدا عن باقي الأندية، لازم يكون في شفافية في مثل هذه الأمور. حضرتك اطلع قول المديونيات اللي على كل الأندية. طيب هو اتحاد السلة ايه؟ أخبار المديونيات اللي عنده ايه؟ كمان اتحاد اليد وغيره وغيره، اتحادات الأخرى ايه اللي بيحصل فيها؟ حضراتكم شوفوا ايه وضع المديونيات وقولوا لنا ايه اللي بيحصل، هتلاقوا في عامل مشترك. طيب بالمناسبة اتحاد كرة القدم أخبار المديونيات ايه؟ بتاعت الأندية، الكاف، الكاف مش حد تاني، كان قايل ان مفيش ترخيص لنادي عليه مديونيات، ولا هنسكت وناخد شيكات؟ ارجو ان يكون في شفافيه ووضوح، ما يبقاش في غموض وناس ترفض انها تسدد الفلوس وناس تانيه تأيد عادي. عايزين الشفافيه، لان احنا بنسمع ونشوف ارقام صادمه الحقيقه، صادمه. والحقيقه ان الاتحادات ساكته، معرفش ليه، حاجه غريبه جدا. وبالمناسبه اتحاد كره القدم امبارح سايب الدنيا تضرب تقلب ومطلعين بدون مصدر. وخلي بال حضراتكم مثل هذه الامور تعمل بلبله كبيره جدا في الوسط الكروي. حد طلع في احد البرامج وقال ايه، او اتقال في احد البرامج، ان اتحاد كره القدم اتخذ قرارا بتقليص قائمة اللاعبين في الموسم الجديد ل 25 لاعب. يا جماعة كيف يسكت اتحاد كرة القدم عن هذا الأمر؟ مفيش غير الحقيقة غير الحاج عامر حسين اللي طلع وقال إن القوائم زي ما هي في الموسم الجديد. يعني كتر خيره الحقيقة إن هو خرج ووضح الصورة. لكن هو اتحاد كرة القدم شغال اجتهادات فردية فقط، مفيش متحدث رسمي، مفيش بيان رسمي يطلع بخصوص ترويج هذه الإشاعات. أنا كنت متخيل إن اتحاد كرة القدم هو، معلش أنا آسف، هو النادي الأهلي هيلعب كام بطولة السنة الجاية؟ 7-8 بطولات. بخلاف البطولات اللي حضراتكم مأخرينها، والدوري اللي لسه هيطول شوية كمان. فأنا بالعكس، ده انا كنت متخيل ان اتحاد كره القدم يقعد مع النادي الاهلي يقول له او يساله انت بتشارك باسم مصر في كام بطوله؟ اكيد عارفين. يعني السوبر ليج ودوري ابطال افريقيا ادي اتنين اهم، وكاس العالم للانديه وسوبر افريقي وسوبر مصري والدوري بتاع السنه الجايه والرابطة بتاعت السنة الجاية والكاز بتاع السنة اللي جاية، 8 بطولات اهم لغاية دلوقتي، ده غير بقى بقية الدوري وكمان الكاز بتاع السنة دي. النادي الأهلي من دلوقتي لغاية آخر السنة بيشارك تقريبا في 10 بطولات. الاتحاد الأفريقي أعتقد بيحط 40 لاعب في القايمة. ليه حضرتك بتجبرني إن أنا أحط 30؟ دي وجهة نظري بالمناسبة، أنا بتكلم عن وجهة نظر البيت الكبير. وخلي بال حضرتك كل الانديه لها نفس الحق، ولكن يمكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي اللي هيلعب السنه الجايه، يعني لغايه اخر السنه دي انا داخل لي في 7-8 بطولات، عايز كل لاعب يكون موجود معايا. الفتره اللي جايه فتره صعبه. بس خليني اقول لحضراتكم بعد ما تحققنا من حقيقه الامر ال 20 وال 25 ال 25 لاعب دي، القوائم الموسم الجديد زي ما هي 30 لاعب، وسيسمح بمشاركة 5 لاعبين من تحت السن. وخلي بال حضراتكم في قرار بين الدوري الممتاز به اللي هيتسمى المحترفين، ده خلي بالكم ممكن يتغير الاسم ده خلال الفترة اللي جاية، يعني لسه فيها كواليس كتير. القوائم فيه اللي هتبقى 25 لاعب زائد 5 تحت السن. هو ده اللي عامل الفرق. وهم عايزين يعملوا بند يؤكد مشاركة اللاعبين الشباب اللي هم الخمسة الزيادة مع فرقهم، ده في الممتاز به عشان ياخدوا خبرات يعني، لكن في الدوري الممتاز يبقى الوضع على ما هو عليه. وجهة نظري ان اتحاد كرة القدم معرفش ليه بحس ان هو غير قادر على التعامل مع الجمعية العمومية، والدليل ان في استجواب في مجلس النواب بخصوص دوري الدرجة الثانية، بخلاف نظام الصعود والهبوط في الدرجه الثانيه اللي هيكون اغرب نظام في العالم. هتعمل صعود اول وثاني من دوري الممتاز به، وصعود
دوره بين الثالث او صعود بين الثالث في الممتاز به واوائل مجموعات دوري الدرجه الثالثه، لفه كده غريبه جدا. يعني ممكن نادي درجه ثالثه فجاه تلاقوه حضراتكم في الدوري الممتاز وهو اصلا غير مستعد للمشاركه ولا ماليا ولا فنيا. يعني حضرتك بتضرب مفيش تفكير والله بجد، بحس ان قرارات عشوائيه بتطلع وخلاص. خلي بال حضراتكم ده بيضرب مستوى المسابقات كلها في مقتل. الكلام ده محتاج لمراجعه، لازم تقعدوا مع الجمعيه العموميه وتسمعوا رايهم، لان هم دول اللي هينتخبوكوا. كارثه كارثه كبيره جدا. اتمنى ان هي تنتهي. مره ثانيه النادي الاهلي هيلعب 7 8 9 10 من 7 ل 10 بطولات الفتره اللي جايه. من فضل حضراتكم كاتحاد كوره ننظر لهذا الامر. كارثه تانية هقولها لحضراتكم، لما قبل بدايه الموسم او في نهايه موسم لما الاقي غضب كبير ما بين الحكام من اول حكام الدوري الممتاز لحد ادنى الدرجات. ليه؟ بسبب تاخر مستحقاتهم الماليه. الحكام بلغوا اللجنه والبرتغالي بيريرا، قال لهم انا ماليش دعوه بالقصه دي، انا ما اعرفش حاجه. بلغوا اتحاد كره القدم وقولوا لهم الكلام ده، وكالعاده اتحاد كرة القدم ما بيردش وبيتهرب منه. وصل لهم رد الحقيقة مش حلو، يعني مش عايز أقوله، بس في الآخر مستحقات الحكام مش من الأولويات في الوقت الحالي بالنسبة لاتحاد كرة القدم. الحكام بيقولوا احنا داخلين على العيد ومستحقاتنا أعتقد 25 مليون تقريبا كلها متأخرة. الحقيقة من البرامج اللي بتنتقد اداء الحكام لما بيكون في اخطاء، وهنفضل ننتقد، لكن كمان لازم نقف معاهم، لازم نقف مع حقهم ان هم يعيدوا مع اهاليهم ومعاهم على الاقل جزء من مستحقاتهم. اللي بيحصل وجهه نظري ما ينفعش وما يصحش، ومسؤوليه كبيره جدا لاتحاد كره القدم. امال مجلس اتحاد كره القدم جاي يعمل ايه؟ يعني بصراحه حاجه غريبه جدا. أما لو الاتحاد بيدير مسابقة الدوري بالكامل كان هيحصل إيه أكتر من اللي بيحصل؟ عموما أمور كثيرة جدا نتمنى إن هي تنتهي، وإن شاء الله تنتهي وتنتهي قريبا جدا جدا. النهارده أحد رموز كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، النهارده عيد ميلاد النجم الكبير كابتن حسن شحاتة. واحد او نجم كبير بيحترم اسمه وتاريخه وناديه اللي بينتمي ليه، نادي الزمالك. هذا النجم الكبير الحقيقه اللي كلنا بنحترمه وكلنا انا شخصيا بشوف ان هذا الرجل يستحق من كل اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي ومحلاوي، كل حد في مصر، ان الرجل ده يجب ان يتم احترامه وتقديره. كابتن حسن شحاتة نجم كبير ونجم وواحد من أساطير نادي الزمالك، وواحد من أنجح المدربين في تاريخ مصر، صاحب الثلاثية التاريخية للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2006 2008 2010 طبعا. واللقطة هذه اللقطة دليل، أو هذه اللقطة عندما تتكلم عن الرياضة في مصر بتتكلم عن، أو الاحترام والأخلاق، بتتكلم عن إيد كابتن خطيب في ايد كابتن حسن، ورايحين لجمهورين، النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك في توقيته. كابتن حسن شحاته بطل 2006 2008 و2010، بطل امم افريقيا للشباب، صاحب واحده من اجمل نسخ المنتخب المصري في كاس القارات 2009. كابتن حسن شحاته باخلاقه واحترامه للجميع لازم يكسب احترام كل الناس. مش معنى ان انا وان احنا في قناه النادي الاهلي وكابتن حسن من نجوم نادي الزمالك ان احنا ما نحتفلش بيه، بالعكس. بتشوفوا برامج القناه كلها تقريبا زي برنامج المجري مثلا بيستضيف نجوم واساطير كل الانديه. لان النادي الاهلي بيقدر اللي حضراتكم شايفينه ده، النجم الكبير كابتن حسن شحاته داخل النادي الاهلي ونجوم واساطير كل الانديه المصريه بالمناسبه. كل الانديه، كابتن مصطفى شتا الاولمبي، كابتن عصام والاسماعيلي والترسانه والمحله، وكل الانديه المصريه الحقيقه.
زي ما حضراتكم شايفين أسطورة كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب استقبل الجميع، لأن النادي الأهلي بالفعل هو البيت الكبير. زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة منتهى الود ومنتهى الحب ومنتهى الاحترام. هذه هي الصورة الإيجابية اللي تمنى أن احنا ننقلها لكل إخواتنا ولكل أحبابنا من مشجعي الأندية الكبيرة، سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. وبالمناسبة كابتن حسن قال حاجة في جزء في برنامج رد الجميل اللي بيعمله لنا كابتن النجم الكبير كابتن أسامة حسني في رمضان، واللي كان فيه مستضيف فيه هذا الجمع الكبير الرائع الحقيقة في النادي الأهلي في وجود النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نشوف كابتن حسن قال إيه ونرجع مرة أخرى. العلاقة اللي بين لاعب الأهلي ولاعب الزمالك وعلاقة قائمة ودائما أبدا يعني. العلاقة الحمد لله كويسة معايا بشكل كبير جدا جدا، وانا علاقتي كويسه جدا جدا مع اغلب لعيبه النادي الاهلي طبعا بقياده اللعيب الكبير قوي محمود الخطيب. اتفرجوا على مثل هذه الامور. هذه الامور او اتمنى ان الجيل الحالي ينظر للاساطير اللي امام حضراتكم وتعرفوا يعني ايه قيمه الاخلاق وقيمه المبادئ. لا تنظروا للجوانب الاخرى، والله بجد انا ولا اقصد شيء، ولكن لا تنظر للجانب السلبي، انظر للجانب الإيجابي اللي حضراتكم شايفينه. هذه الصورة التي تجمع كل الأساطير وكل الرموز اللي موجودين في كل الأندية. أخيرا آخر حاجة بس هقولها، الكاف قال للكابتن حسن شحاتة كل سنة وانت طيب، وروني يا شباب. الاتحاد الإفريقي أهو، الاتحاد الإفريقي هنا كابتن حسن شحاته وبيتكلم فيه عن انجازاته وبطولاته، بيقول عنه المنتخب الاسطوري او المدرب الاسطوري للمنتخب الوطني اهو امام حضراتكم. اتحاد كره القدم لم للاسف اتحاد كره القدم المصري لم يهنئ كابتن حسن شحاته. أتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر وبسرعة يتم تهنئة هذا النجم الكبير على ما فعله لبلده مصر خلال فترة طويلة يستحق عليها كل التحية وكل التقدير. رمز آخر من الرموز المحترمة جدا، رمز آخر هيكون معانا ضيف وهنسمع منه كلام فني مهم جدا. وخلي بال حضراتكم عندما تتكلم عن الأخلاق، عندما تتكلم عن المبادئ، عندما تتكلم عن أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي تجد أمثلة كثيرة جدا، ومن أو على رأس هؤلاء تجد النجم الكبير كابتن ربيع ياسين اللي هيكون مش ضيفي طبعا لأنه صاحب بيت، هيكون متواجد معانا في الفقرة القادمة. نطلع نشوف أو نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. معلش يا كابتن اشرح لي الحكايه، باك رايت شويه، راس حربه شغال، كتف ماشي، تجيب ركبتك ماشي، اشرح لنا برضه. لما كان بيبقى في مثلا نقص في الباك رايت كنت بلعب باك رايت، محتاجيني مثلا في الماتش، كان كابتن جوهر الله يرحمه في ماتشات المؤمنين العرب دايما يلعبني باك رايت على نصر محمد علي، يقول لي نصر مهاري وانت اللي هتقدر توقف، المهاره بالمهاره، اوكي، تقابل المهاره بالمهاره والموهبه بالموهبه، بالك. فمثلا واخد بالك لعبت مايكل ايفرت لعبني مساك، لعبت في كاس العالم، لعبت ليبرو للنادي الاهلي، في اخر سنه كان مايكل ايفرت الانجليزي لعبني بليبرو بطريقه، واخد بالك، 3-5-2 غير باك ليفت. حتى برضو المنتخب كان اوقات كتير جدا لو ظروف من الباك رايت مصاب او في نقص انا بجيد الحمد لله الرايت، ما فيش مشاكل، انا يعني بلعب رجليا الاثنين شمال ويمين زي بعض، ومساك والليبرو ده الخط كله، راس حربه بقى الاجوان بالنسبه للاجوان بقى في اوقات مناسبه طبعا كنت يعني انت عارف العلم هو دايما بيبقى عنده حاسه انه ممكن في لحظات، يعني كابتن جوهري كان طور الشخصيه الفنيه بتاعتي بالنسبه للجانب الهجومي، مش شرط ان انا اروح وارفع بس، لا انا جبت جوان وانا باليمين وبالشمال وبرفع وبدماغي وان توات كتير جدا، 23 هدف حافظهم صم يعني. ففي اوقات كنت مثلا انا اسامه انا بلعب بكليفت، وسامه كابتن اسامه عربي قدامي،
فاقول اسامه تعالى انت مين اللي دفع شويه واروح انا في الوقت المناسب واسجل في اهداف راس حربه راس حربه اللي هي اللي زي اللي بركبه حضرتك ده في اكتر من هدف بدماغك. ده في اكتر من هدف كده في وقت مناسب. طبعا كان توفيق ربنا ذات كنا يعني كان دايما الكابتن جواري بيمرني في اوقات يعني هو كان عنده ان القادمون من الخلف دول مهمين جدا في اوقات مناسبه في تحديث طرق فنيه مع الفرق اللي بتلعبها تفاجئها بطرق فنيه. كان بيغير ممكن تفاجئها باك رايت او باك ليفت لما تكون الكره عند الباك ليفت ممكن تفاجئ باك رايت راس حربه تاني والعكس. فتعلمنا يعني علمني كابتن جاري وطور الشخصيه في حاجات كتيره جدا منها انك تروح في الوقت المناسب لما تكون الكره في اليمين تروح امتى تسرع عشان هم المنافس ماسك الراس حربه وماسك مثلا وسط الملعب هيشوف زياده عدديه حاجه مفاجاه الله يفتح عليك. فالكابتن جاري الله يرحمه كان ساب عصره في طرقه وتعامله مع المنافس خد بالك فنيا فدي حاجه كويسه جدا. معلش هو الناس ليه الناس كانت بتقول على الله يرحمه كابتن جاري ان هو بيدافع بس؟ لا او يعني بيميل للناحيه الدفاعيه. لا الكابتن جاري ما كانش يحب اني يدخل فيه لكن اجيب الدليل النهارده انه وصل كاس عالم خد كاس افريقيا مع الاهلي بطولات عمل كل حاجه لكن هو كان عنده ميزه ان هو انا ما احبش يدخل فيها وهجيب بحياتك. ده الكابتن جاري الدليل لحاجات كتيره جدا ان احنا بس لما في كاس العالم لما لعبنا قدام هولندا بص عملنا يعني عملنا ماتش كبير جدا وكان ممكن نكسب في مع الناس كانت مصنفه يا اسلام الناس كلها كانت مطلقه وشفت تالق وشفت اداء وربنا ادانا النتيجه تعادلنا صح في الاخر صح خد بالك مع ان طبعا كان كله مصنف هولندا تكسبك 4 أو 5 هو بس لما تعادلنا مع ايرلندا وعملنا جيم دفاعي وده كان لازم جيم دفاعي مع ايرلندا ده التحام وخشونه وخد بالك ومصارعه ايرلندا الله يفتح القوه فهو ده الناس بتدافع طبيعي جدا. وبعدين انا رحت كاس عالم بعد كام سنه ما اقدرش افتح مع مين يا كابتن. هو كان كابتن اسلام هو كان تجهيزنا عليه ولا ماتشاتنا ايه بقى. فاللي اقصده الموضوع كان بيتاخد بالراحه وبالعقل وبالحكمه عشان ما افتحش هفتح ما ينفعش الفتح ده في الوقت من الفتح ده سنه 23 و22 لان خلاص اتصنفنا وبقينا احسن والتجهيزات والامكانيات والدوري عندك بقى ان شاء الله والاحتكاكات فدلوقتي تقدر تلعب بطريقه اللعب اللي انت عايزها طبعا الحياه مفتوحه النهارده يا اسلام لانك انت دلوقتي عندك احتراف. سنه 90 ما كانش فيه احتراف خد بالك بتجيب لعيب ب 15 و20 و30 واخد بالك في السنه وبياخد وبعدين طرق اللعب وبعدين الاحتكاكات كتيره جدا. الحمد لله ان الاهلي النهارده بيلعب في كاس العالم للانديه يعني قول مهيئه انت بص النادي الاهلي بيعدلك في افريقيا ويعدلك كاس العالم ويعدلك سوبر وبتاخد اللعيبه منه بفضل الله عندها خبرات كتيره مواقف كتيره على الجاهز. انت في 3 أو 4 أيام مش هتقدر تصنع قدرات او لاعب يقف قدام مثلا هولندا او المانيا ليه؟ فالانديه فالنادي الاهلي بيعد احسن نادي في افريقيا بيعد لعيبه للمنتخب النادي على طول في القمه ومستمر وبطولات خلاص انا عاوز اكتر من كده. عشان كده دايما يقول لك انه عندما يكون النادي الاهلي في افضل مستويات ويكون منتخب مصر في افضل مستويات 6 و8 و10 صحيح 8 7 8 ما شاء الله كسروا الدنيا مع طبعا الزملاء الباقيين. لكن انا عاوز اقول ان الخبرات احنا خدنا الخبرات من افريقيا بعد كده رحنا المنتخب افريقيا ادتنا البطولات ان انا اوصل نهائي ان انا موجود في الصوره على طول. فاللاعب وانت طبعا كنت لعيب موجود في المنتخب والنادي الاهلي شوف تجهيزك بيتم ازاي تجهيزي في النادي خبراتي في النادي لان الفتره الصغيره بتاع المنتخب دلوقتي في الاجنده الدوليه السنه بقت قليله جدا. ده لازم تعمل ايه؟ شغل خططي شكرا. يعني لازم بدنيا ومهاريا ونفسيا وذهنيا تكون رايح بدون المنتخب. هو ايه بيقدر ايه بجانب خططي في الوقفه في الطريقه في التحرك على الواقف هو ده مدرب المنتخب. فالاصل اللي اقصده ان في النادي فالنادي الاهلي بيجهز لعيبه احسن تجهيز في الدنيا ونتائج جاي لك واخد كاس افريقيا جاي لك واصل نهائي جاي لك واخد بطوله جاي لك وانا واقف جاي لك واستعدادي ده تجهيز رائع يعني. فالمنتخبات اتفضل هنتكلم في كل هذه الامور ولكن يا كابتن معلش خلينا نبدا مع حضرتك من البدايه في هذا الموسم. مع بدايه هذا الموسم توليت نادي اسوان والحقيقه بعد 3 ماتشات اسوان انا كنت بتفرج على اسوان بصراحه بحب اسوان جدا ولكن بحب كابتن ربيع برضه فعايز اتفرج على كابتن ربيع بيعمل ايه حقيقه. فال3 ماتشات انا متذكرهم منهم ماتش الاتحاد في اسوان صح؟ الاتحاد الاول والنادي الاهلي هنا والاهلي وبعدين المحله وبعدين المحله في اسوان صح؟ الاتحاد في الثواني الاخيره بعد ما كنت مقطع الاتحاد والمحله في الدقيقه 50 انا فاكر الاتحاد اصلا. ف3 ماتشات كويسين جدا بعدها حضرتك مشيت من اسوان ولكن انا بشوف ان اختيارات اللاعبين انا ده رايي انا اختيارات اللاعبين وتكوين هذا الفريق
كان لحضرتك دور كبير جدا في اختياره مع مجموعه العمل اللي موجوده، وبالتالي اسوان ما زال يعني لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه ومعاهم طبعا مدرب كبير. يعني لما بقول لحضرتك قلت لي معاهم طبعا مدرب كبير جدا كابتن ايمن رمادي، وبالتالي البدايه كانت جيده. ايه اللي حصل؟ ايوه طبعا، هو لما تعاقدت مع اسوان انت عارف، بص يعني بفضل الله تعالى الانتقاء مهم جدا، وانت عارف لو ترجع للمنتخبات هتلاقي انا دايما بحاول اكون يعني عندي حته تلف الدنيا كلها صح، غير اللف العين، العين واخد بالك دي مهمه جدا. ففي مدرب يعرف يعمل فرقه، وفي مدرب يجي على فرقه صحيح ما يعرفش، هي دي ممكن انا مدرب يجي لازم اجي على فرقه عشان ادير وانجح، هو وفي مدرب لا. فانا عملت كان عندي تجربه مع منتخب 2013 بص النجوم اسلام قدي، وعندي حتى اخر منتخب هم نفس اللي كانوا معايا اللي واخدهم الراجل، فاخد بالك اللي انا طلعتهم فريق اول وجم بعد كده واتسام تمام زي الفل، كل لعيب انا اخترته فريق اول. فاللي اقصده لما اسوان انا اساسا لما الفرقه صعدت واستلمتها انا سافرت اسكندريه ب 12 لعيب وما فيش فرقه اساسا، بقيت كل يوم ما عنديش فرقه، ازاي هنظهر في الدوري الممتاز؟ ازاي ما كنتش بنام. وكان معايا هيثم عرابي بصراحه ما كنتش بنام. انت خلي بالك دوري ما كانش الملعب بس يا اسلام، وخارج الملعب وعند مجلس الاداره وعند ده خد بالك، وهنا وهنا ورجال الاعمال واتصل واروح للمحافظ واخد بالك حاجات كده عشان اعمل فرقه، ما عنديش فرقه. فاحنا انا جبت بعت قلت لهم هاتوا 6-7 لعيبه تحت السن عشان اكمل بيهم التمرين عشان اعمل ماتشات وديه. اوكي. في حد ما بفضل كل يوم من الصبح لحد بالليل واجيب الجهاز كلنا نسهر لحد لازم نعمل فرقه. فطبعا اللعيبه بقى فكنا بنتصل بلعيبه وندور على لعيبه ونجيب لعيبه، وفي لعيبه كتيره جدا جم ما وفقوش معايا، شفتهم في الملعب رجعت في كلامي قلت لهم دي امانه، وفي نفس الوقت انا ما عنديش هزار معلش حدش يزعل دي امانه، وفي نفس الوقت المسؤول عنها رقم واحد وربيع سي، لكن كنت بتشاور دايما مع الجهاز واحب المشوره لان المشوره بتجيب البركات وتجيب الصح مهما كان. معايا جهاز تعب ومعايا هيثم عرابي لعب تعب جدا معايا تعبوا جدا، وكنا بقى كل يوم نقعد لازم نجتمع واي لعيب نقعد نشوفه كويس مره واثنين وثلاثه وعشره كويس تعرف تختار طبعا مفيش مجاملات ومحدش يضحك علينا، لان في لعيبه انا جبتها من منتخب الشباب لقيتها قليله مشوا مفيش هزار خالص، وهم كانوا بيتمرنوا تحت ايدك يعني في الشباب مفيش يعني. مجامله خالص امانه. وطبعا يا ربنا يحفظه اللي يعلم ان انا عملت مجهود كبير جدا جدا وتعبت مع جهازي طبعا ومع هيثم دي حقيقه، وعملنا فرقه وجيت توفيق يا اسلام يعني التوفيق ده بتاع ما فيش توفيق التوفيق ده يعني التوفيق ده مش بتاعي انا، لان زي ما قلت الاتحاد كان اول ماتش وفي توفيق غير عادي. انا بقول لك انا فاكر الماتش ولما النهارده بطل افريقيا قابله بكل الامكانيات دي كلها واتغلب بضربه جزاء بكل الامكانيات دي كلها القاهره طبعا يعني خد بالك حقيقة حاجه وفي نفس الوقت الماتش الثالث برضه في دقيقه 91 خطا من واخد بالك من اللعيب كلها عدم توفيق، لكن انا بحب احترم نفسي يا اسلام، وفي نفس الوقت العقول مهمه جدا في التعامل. خلي بالك كره القدم محتاجه عقول دي حقيقه معلش، محتاجه قوه محتاجه شجاعه محتاجه ناس خد بالك تدير باقتدار وبصبر وتحمل ووعي مهم جدا. في فرق كتيره بتهبط وتنزل عشان التغييرات الكتيره عملها، عشان التدخلات البطيئه التدخلات اللي ملهاش اي لازمه خالص في اي حاجه. لا العقول في الاداره، الناس تتعلم الاداره من النادي الاهلي، الناس تتعلم الاداره من مدرسه كبيره بتصبر كتير، وياما صبرت كتير على مدربين. كان صنع البطولات دايما بالبطولات ثم من ادارات الاداره ثم الجهاز الفني، لان صحيح. في ظهره دي حقيقه يا اسلام. اخرها المباراه اللي احنا اتغلبنا فيها يعني نتيجه كبيره من صن داونز من بعدها خد بالك، والنهارده ما انت في النهايه ده عامل نتيجه 2-1 مين يعني، لكن بص بالحكمه والحنكه والخبرات والحب والاسره والاقتدار الاقتدار مطلوب في المواقف زي موقف كان صعب جدا، لكن محدش باين يسافر رئيس النادي كابتن الخطيب ولما يسافر حسام ولما تبقى الاداره وكله مجتمع ومفيش مشكله ونبتدي من جديد وترجع بالكاس، هي دي الاقتدار هي دي الخبرات والادارات، الادارات هي اللي بتصنع البطولات يا اسلام الادارات المحترمه. فالمدرسه مدارس كبيره، بص مدرسه الماستر وكبصر مدارس كبيره جدا من 1907 من 1907 لحد 2023 ادارات بتيجي متواصله مع بعض بتعلم خد بالك بتعلم فعلا وبتجيب على اعلى مستوى بتصرف عشان تحافظ على الاسم، وكل واحد بينسى نفسه عشان يحافظ على الكيان، وكل واحد بيسعد الجمهور اجيب بطولات، هو ده الكيان والادارات فادارات
كبيره ما شاء الله واسماء كبيره كانت موجوده، اعتقد ان لها بصمه. فده اسوان، فراح حبيتش بقى ان انا يعني لقيت العقول ولقيت الناس واخد بالك ولقيت هم كده قاعدين يا جماعه مصلحه اسوان فوق الجميع، ما فيش عندي مشكله اللي انتم شايفينه ما يرضي الله مفيش، وانسحبت. وده الاحترام اللي بيعمله دايما كابتن ربيع، اصحابي واصدقائي وبتصل بيهم وبهنيهم وبيهنوني، سنه الحياه عادي. صحيح. انت عندك جريده خرج من الاسماعيلي بعد ثلاث ماتشات اربع ماتشات راح مسك الوداد. يعني يعني عشان عنده وكيل شاطر. هي كره القدم دلوقتي وكيل، وكيل مش مدرب. وكيل وكيل دلوقتي باستثناء انديه، باستثناء الاهلي، باستثناء باستثناء معلش في انديه لا ثلاث اربع انديه دي حقيقه بالك، لكن بقيه الانديه الوكلاء اهو. قلت لك خرج مشي من الاسماعيلي بعد كام، وكان معاه كام نقطه ولا نقطه، راح مسك الوداد المغربي. لا صدق ان الوكيل هو اللي بيصدرك، هو اللي يمسكك، هو اللي يقعدك. انا معلش ما يعني انا بعتمد على بجهدك. لا خالص انا ما عنديش اي وكيل، الوكيل هو ربنا. وفي نفس الوقت انا برضو بحب احترم نفسي وتاريخي وانا ونصيبي، حتى لو مرنتش بس اهم شيء تعيش محترم وتموت محترم، فيش مشاكل وربنا ما ينساش حد والدنيا ما بينساش. فاللي اقصده الاحترام، هو ده اللي موجود. وفي نفس الوقت كره القدم مثلا متعه، ابهار، حب، تعامل، سلوكيات، اخلاقيات، التزام، اجواء صحيه. اجواء صحيه ودي مهمه جدا اللي موجوده في الدوري الممتاز. بما اننا بنتكلم عن الوكلاء وحضرتك فتحت هذا الامر، هل من الممكن ان وكيل يتدخل مع مدير فني ويجيب له لعيبه كمان؟ طبعا 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 معروفه. لا ما هو يعني هو يعني مثلا اسلام وكيل كابتن ربيع، كابتن ربيع بلعيبه الكابتن ربيع يوديهم نادي اكس. ده بيحصل؟ بيحصل. أوكي. الوكيل خلي بال حضرتك بيبقى ليه في المدرب واللعيبه. اوكي. وبخلي بالك بيربط، ما هو بمزاج الاداره بتبقى عارفه الوكيل ده تبع النادي ده وده تبع النادي ده وده تبع النادي ده. خلاص انا جبت مدرب، هو بيبقى ليه نسبه مع المدرب. وفي نفس الوقت اللعيبه بقى الموسم بتاعه بتاع الاداره، الموسم في موسم في مواسم فيها شغل شغل فيها ملايين. كره القدم في مصر النهارده بتشتغل في الملايين يا اسلام. بس هو السؤال يا كابتن ربيع معلش، طب هو ده عيب؟ لا مش عيب ولا حاجه، بس الناس تبقى شاطره. ايوه انا بس عشان الناس تفهم. لا 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 لا، والناس والناس تبقى امينه. لا وكيل وكيل شاطر وما شاء الله انا بتكلم على الامانه في الاختيارات اهم شيء، واخد بالك، والاتفاقات مش مشاكل في الاختيارات. بتكلم على النهارده الامان والشطاره بس، انما الوكيل بيعرض. انا ما لازم النهارده قبل ما اعرض اشوفه. ده اللي يعني نقصده. ما تبقاش مجبر ان انت تاخده. ده اللي نقصده. فهمتك. طبعا مصلحه النادي، اصل النادي لما يجيب الربيع ياسين دي امانه يا كابتن اسلام، امانه. يبقى النهارده بتتصرف بامانه، بفنيات، بخبرات، بشغل، عشان يبقى في نتائج. كل دقيقه بتقضيها في نادي لصالح الكيان اللي جابك والنادي اللي جابك وائتمنك وماضيت مع عقد، ده اللي اقصده. انما طب في وكلاء محترمين وفي، فده اللي اقصده. فالحته دي اهم شيء في الفريق يا اسلام، ان انا ابقى شاطر في الاختيارات، ما حدش يضحك عليا، ده مهم جدا. بالك محتاج انا ايه بالظبط؟ مش مجبر بقى بالمعنى اللي حضرتك بتقوله ده، ان انا يبقى لعيبه معينه ولعيبه بعينها ولعيبه باسمائها. لان هي خلي بالك انا الفرقه محتاجه ايه؟ والنادي متفق معايا على ايه؟ وشغل ايه؟ وايه اللي مطلوب مني خلال الموسم مثلا؟ هو ده هو ده المدرب مع الاداره. خد بالك ما فيهاش النهارده فرقه مهدده بالهبوط مثلا ويقول لك ناخد دوري، لا كل واحد على امكانياته. النادي الاهلي بيصرف مثلا مليار، النادي الزمالك بيصرف 500، كله بيصرف. خلي بالك صرفي على ايه بالظبط؟ مركز متقدم، اول، بطوله، رابع، افريقيا، هو ده اتفاق. احسن حاجه في الدنيا ان المدرب يقعد يتفق ويقدم المشروع بتاعه خلال الموسم بتاعه. انا اقعد موسم، انا في الموسم اتفضلوا المشروع بتاعي 1 2 3 4. الورقه مهم جدا والادارات مهمه جدا، وبعدين الشغل الفني، الشغل الفني في الملعب وخارج الملعب ده مهم جدا يا اسلام. لان كره القدم محتاجه شغل فني، احنا محتاجين شغل فني، محتاجين النهارده سير مباراه يروح ويجي، تسجل ازاي ما تسجلش، هتدافع ازاي هتهاجم ازاي. كره قدم حقيقيه فيها شغل مهاري بطوره، فيها شغل دفاعي، فيها شغل هجومي، في حاجات كتيره جدا لازم نشوفها زي زمان. معلش حاجات كتيره جدا في سير المباراه. النهارده كره القدم مش ما بقاش كورنر بس ولا بينالتي بس ولا تصويبه بس، كتير. تفضل النهارده تقعد تحسب تحسب تحسب، هي دي كره القدم الحقيقيه. فالقصود المدرب مطلوب منه شغل كتير كتير، مطلوب منه شغل كتير. وفي نفس الوقت اداره في ظهر، استقرار، سجام، تفاهم، هو ده الشغل في مصر، هو ده او الشغل في الانديه. فطبعا المدرسه الكبيره اعتقد ان هو هي اللي موجوده في افريقيا مش في مصر. هو ما بقولش عشان احنا قاعدين في قناه الاهلي او انا لايف، لا دي حقيقه، والدليل البطولات بفضل الله تعالى. احنا ما عندناش عندنا شغل من اول سنه، قابلت
مستر كورة في ماتش ودي قدام سبع في اول السنه في صح. ملعب للسلام قلت له خلي بالك محتاج انت بص الدوري ان شاء الله انت معاك احسن اداره قلت له معاك احسن اداره واحسن مدير كوره واحسن جمهور واحسن نادي احنا عاوزين افريقيا بشيئه الله عاوزين كاس قال لي كتير قلت له عاوز اقابله دلوقتي شوف هدف والله قال لي كل ده قلت له وهتاخد ويعني قصدي الراجل جاي وعارف قلت له يا اسلام كده ورب الكعبه فالله قصده ان هو الراجل بفضل الله تعالى خدنا افريقيا وان شاء الله الدوري وخدنا الصوبه وحاجات كتيره جدا هو ده النادي الاهلي يا اسلام النادي الاهلي اي مدرب يجي يعرف ان هو مطالب هو ده النادي الاهلي المركز الاول في كل حاجه فبالتوفيق دايما يا رب ودايما الامان باذن الله تعالى ان شاء الله بما ان حضرتك بتتكلم على كولر عجبني كولر في تغييره لاستراتيجيته بعد مباراه سان داونز استراتيجيه كامله صحيح. تقريبا غير استراتيجيه فرقه مش عارف انا بقى حضرتك تقدر تشرحها فنيا افضل مني بكتير ولكن استراتيجيه مباراه سان داونز وما قبلها مختلفه تماما عن الاستراتيجيه اللي ما بعد اللي هي بالنسبه لنا افضل هجوم افضل دفاع افضل كل حاجه وده طبعا. قبل بس ما نخش على النقطه دي لان انا لازم ادي الاداره حقها طبعا. زي ما حضرتك بتقول طبعا. ان هناك اداره طبعا اداره كوره واقفه ورا مدير فني شايفين ان هو مدير فني كويس وبالتالي احنا جبناه فبالتالي احنا واقفين في ظهره هذه البطولات هذه البطولات بتيجي عشان الاداره رقم واحد من وجهه نظر توفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم الاداره هو الاداره النهارده يا كابتن اسلام في بعد ماتش سان داونز الخامسه ايه اللي عملته مع الراجل مش حاجه خالص في ظهره هدوء اجتماع والدنيا وخلاص اجتماع طبيعي جدا طبيعي جدا في ظهرك زي الفل تمام 100% في وعي هو حاسس ان في وعي في رئيس نادي عنده وعي اداره عندها وعي في ظهره تمام التمام وعارفه امتى تكلمه وامتى ما تكلموش ايوه فعلا التغيير هو احسن حاجه ان الراجل اتعلم من افريقيا ما يعني ما قالش لا ماتش صندوق فرق في البطوله فرق في شخصيته فرق في نضجه فرق في قراءته للموقف في افريقيا افريقيا محتاجه ايه العب ازاي واغير ازاي وادور ازاي موضوع التدوير بقى اللي عمله رائع النهارده كل لعيب في مكانه في احسن حالاته الفنيه بعد سان داونز لعيبه كتيره جدا ما كانتش موجوده من فتره ان هو الراجل قعد خطط ونظم واشتغل على الدوري واشتغل على افريقيا واشتغل كاس عالم الانديه واشتغل على السوبر رائع وعارف مين اللي معاه بره ينزله 10 دقايق ومين 15 دقيقه ومين 20 دقيقه ومين فكره رائع الراجل نضج فعلا غير الاول عارف افريقيا سهلت له الامور كتير صحيح والله دي حقيقه يعني فشغله رائع وشغله كويس وكان عامل مدرسه فيها استقرار وانسجام واداء فني رائع على اعلى مستوى على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والنتائج مهمه جدا وفي نفس الوقت احنا شفنا حتى التدوير الداخلي والخارجي بفضل الله تعالى رائع ونجح فيه ودي سياسه مهمه جدا الراجل عرف شخصيه كل لاعب من وجهه نظري انا حلل شخصيه كل لاعب قدر يكسبها كويس قوي قدر يقرب منها قدر يمرن قدر يعمل تخصص قدر يعمل شغل خططي رائع وتغيير طريقه نجح بيها بفضل الله تعالى فانا مبسوط منه جدا وبشكره لانه عمل شغل رائع بصراحه وبدا الفتره الاخيره يعني بالبطولات وبدا بالمستوى والاداء والنضج الغير عادي للعيبه كانت بعيد جدا لازم برضو هنا اكلم حضرتك عن انا بشوفه قرار تاريخي وكانت البدايه في السنه اللي فاتت لما اداره الكره كابتن خطيب واداره الكره ادوا ل 11 او 12 تقريبا 13 لاعب اجازه في اخر 10 مباريات تقريبا او اخر 9 مباريات وكانت بسبب الاجهاد الشديد جدا ويمكن حضرتك كنت معايا لو تفتكر قبلها وقلت لي ان احنا عندنا اجهاد شديد مزبوط وواضح مزبوط من توالي البطولات مزبوط. فاعتقد ان القرار ده يا كابتن هو اللي مخلينا لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي ماشيين بشكل جيد دي حقيقه دي كلنا هل الدرجات يا كابتن الموضوع يفرق طبعا احنا قلنا ان ده مدرسه في الاداره الاداره خلي بالك مش هقعد مدرب اقول له لا المدرسه ان انا اقعد اناقش وانظم اموري في نفسي انا عندي برنامج قوي انا مطالب بطولات انا عندي في الموسم ده هيبتدي يوم كام وينتهي يوم كام وانا العب في كام بطوله الاهلي خلي بالك لازم يكون دقيق جدا في اختياراته دقيق جدا في تنظيمه دقيق جدا في ادارياته دقيق جدا في فنياته لان يعني خلي بالك يا كابتن اسلام انت قلت دلوقتي الاهلي هيلعب الموسم الجاي في 7 بطولات لازم دلوقتي الكابتن على الاقل 7 بطولات دول محتاجين الوعي احنا واعيين
لو احنا عشوائيين مش هننجح بامتياز. صحيح. الدنيا مدرية، هي دي كرة القدم. كرة القدم نهضة صناعة، تكسب بفضل الله تعالى وبطولات، بطولات واكسب. وفي نفس الوقت يا اسلام مش ممكن ابقى عشوائي. لو احنا بعد صن داونز ما درناش باقتدار وخبرات وحنكة وقراية موقف ووعي الاثنين مع بعض، الجانب الاداري مع رئيسنا والجانب الفني، ما كناش وصلنا اللي وصلنا له. حقيقي. النهارده يا اسلام انا بجيب ورقة وقلم وبقول الدوري، الكاس، السوبر، افريقيا، كاس عالم الانديه، انا عندي 30 لعيب، عندي 25، سوبر عندي افريقي. بحط البطولات قدامي، بحط اللعيبه قدامي، القدرات اللي قدامي والطرق اللي قدامي واشتغل بيها. طبيعي جدا ان انا النهارده لازم اكون منظم جدا. الراجل لازم يعني انا من وجهه نظري الله يكون في عونه ممكن ما يعرفش ينام، لان كتير يعني خلصنا افريقيا خش على الدوري، خلص دوري خش الاهلي مطالب. فاللي اقصده ان الجانب الاداري كابتن اسلام والتنسيقي بالنسبه لشغلي انا صح تنظيمي، ده ما فيش كلام، هو ده النظام زي ريال مدريد وزي برشلونه. فاللي اقصده من دلوقتي انا دلوقتي محتاج ايه؟ منظم ايه؟ المراكز، ايه شغلي، ايه بطولاتي، ايه ماتشاتي، ايه اللاعب المجهد، اللاعب اللي حاجات كتيره جدا اعتقد في دماغ المدير الفني مع جهازه الفني مع مدير الكوره يقدر يوصل اللي احنا عاوزينه. وده النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي. الفترة اللي فاتت هي فترة مهمة وفترة احتفالات وانبساط وسعادة بالفوز بالبطولة الأفريقية، هذه البطولة اللي كانت صعبة جدا وفي نفس الوقت كانت سعادة غامرة جدا بسبب صعوبتها. عايز أسمع حضرتك وانت بتكلمني الأول على التتويج بالبطولة الـ11 علشان بقى نتكلم عن الأهم بعد كده. مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن خطيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة، مبروك للعيبة، مبروك للجهاز الفني، مبروك للجمهور. بطولة، بس أنا بعد ماتش القاهرة لحظة اتفضل قلت إن الأهلي هيرجع بالبطولة، مش هنتغلب. لأن أنا عارف لعيبة الأهلي بفضل الله تعالى. احتفال لعيب الوداد هنا قلت لهم مش مع الاهلي الاحتفال، الاهلي لازم تقف له لحد صفاره الحكم، مش الاهلي، الاهلي يرجع في اي وقت وفي اي ثانيه واي دقيقه، وده اللي دايما مطمننا في النادي الاهلي والله. فبطوله غاليه جدا، لكن ما انا ما فيش لحظه والله، بطوله مهمه، بطوله كبيره جدا، غاليه على جمهور النادي الاهلي، خد حياتك. وفي نفس الوقت لان الماتش الاولاني كان هنا في مصر، وفي نفس الفرق في هنا كابتن اسلام الفرق الافريقيه بتعمل النادي الاهلي 100,000 حساب صدقني. شوف وشوش لعيبه المغرب او تونس في النادي الاهلي. احنا قابلنا كم فريق من كم من شمال افريقيا السنه دي؟ قابلنا 3، 8 الرجاء، الـ4 ترجي، النهائي ده بفضل الله. يوم ما يسمعوا الاهلي، لان الاهلي كبير والاهلي نادي بطولاته بيعرف يجيب البطوله من مصر مش من خارج مصر، قلت ولا في مشكله، بالعكس ده احنا قبل كده الصفاقيسي يا كابتن ابو تريكه، قبل كده الترجي مش متعودين. وفي نفس الوقت 2-1 احنا رايحين وفايزين، ولعيبه النادي الاهلي في 20 دقيقه بس، معلش مع احترام، في 20 دقيقه خطوا بطوله كبيره جدا. النادي الاهلي على فترات طبعا مش هو اللي كنا، لكن ده النادي الاهلي عشان الروح رجعت، عشان الاسره رجعت، عشان الفنيات رجعت، عشان الاقتدار رجع، اللعيبه حست بوعي غير عادي، وان الماتش قرب يقرب، فقدروا بقى ان هم بفضل الله تعالى روح عاليه جدا، شغلك عامل كتير جدا، توفيق طبعا ثم الاجتهاد. انا بؤمن بالاجتهاد، ان اللعبة دي اجتهدت، اللعبة دي ركزت، اللعبة دي كان بيدخلها الاصرار، نرجع بالبطوله، نفرح الاداره، نفرح الجهاز الفني، نفرح الجمهور اللي منتظرنا، جمهور النادي الاهلي اللي كان هنا. انت ما شفتش الفرحه عامله ازاي في الجمهور، كان نفسي تسجل مصر في حاجه كبيره ضربت في مصر كلها. صح والله العظيم، لا سجلناها يا كابتن. والله حاجه يعني هات لنا سميله والحاجه دي، ده انت لو قاعد ايه ده، في ايه؟ النادي الاهلي سجل هدفه يخسر. هو ده النادي الاهلي. فانا شفتش احنا بقى، احنا كنت انا قاعد مع مختار وقاعد مع محمد رمضان بحضر المباراه. اتفرجت على لسه كنت هقول لك، اتفرجت على المباراه فين؟ طبعا رحت لرمضان انا ورمضان ومختار، حضرتك وكابتن مختار، كابتن محمد رمضان وكابتن مختار. اتفرجش يعني، قلت لهم هنتفرج وبامر الله تعالى، حتى ما داخل قلت لهم ما تقلقوش والله ان شاء الله هنتعادل هنجيب جول، ان كلنا كنا ثقه في اللعيبه، لعيبه رجاله، رجاله بصرف رجاله، واجيل رائع. رائع حقه زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. بص يا اسلام، من 1907 لحد دلوقتي كل الاجيال اللي مسنده الاهلي كلها طبعاً رائعه طبعا، وكله بيحاول طبعا. اشرف حاجه انك بتحاول، حتى لو خسرت بتحاول، احتراما للكيان واحتراما للاداره، وكله بيحاول. بص كابتن خطيب في حته، بص حسام في حته، والجهاز في حته، كله بيشتغل في صمت، كل واحد مكانه بيشتغل، هو ده النادي الاهلي. فاللي اقصده الجيل حقق بطولات وحقق امتاع وحقق حاجات كثيره جدا للكيان، وانا بشكره طبعا مفيش كلام. في نفس الوقت كل الدنيا، فاللي اقصده
كانش عندنا شك ولا حاجه في ان احنا لا اصبروا. ولما جه الجول بقى ما شفتش بقى الدنيا بقى اول الدنيا هيس. طبعا طبعا فده بطوله كبيره وجميله. صحيح. طبعا ولكن تحديات كبيره جدا خلال المرحله القادمه. خلينا نطلع كابتن ربيع نشوف التقرير ده عن التحديات القادمه ومباراه حرس الحدود ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن ربيع تحديات كثيره جدا للنادي الاهلي هيبداها يوم الخميس القادم بمباراه حرس الحدود في الدوري العام المصري، بعدها مباراه منتخب السويس في كاس مصر، وبالتالي وتعود بقى او نكمل التحديات. ولكن خلينا نتكلم عن مباراه الحرس والفصل بقى ما بين الفوز بالبطوله الافريقيه رقم 11 ثم العوده الى، انا بشوف ان مباراه الحرس دي صعبة جدا 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 يا كابتن. مفيش حاجة سهلة على النادي الأهلي، لأن يعني كله بيعمل حساب للنادي الأهلي، دي حقيقة. أولاً البطولات دي كلها بفضل الله، بطولات تشرف طبعاً، كلها بفضل الله ثم جهد كبير جدا من كل المسؤولين في النادي الأهلي. صحيح. جهد كبير جدا، كله بيحافظ على الكيان، أحسن ميزة لازم الناس تعرفها في النادي الأهلي إن كله بيحط الكيان فوق الجميع. عشان كده بتلاقي البطولات موجودة. بالك لازم تعرف الناس بتتعب، الاداره بتتعب والجهاز بتتعب وكله بيتعب عشان يسعد الجمهور ويسعد الكيان ويحافظ عليه. مفيش بطوله بتيجي اي حاجه ولا ماتش اي حاجه، لا طول عمر النادي الاهلي بياخد بطولات عشان يسعد الجمهور. فدي حقيقه كابتن اسلام موجوده، وزي ما قلت الجميع كله بيشتغل عشان الكيان، فبالتوفيق دايما. اكيد طبعا ماتش الدوري بقى خلاص احنا عندنا ميزه بفضل الله تعالى ان كله بيفصل، خلاص انتهت الاحتفالات، انتهت الفرحه، هنعرف نفسنا يا كابتن. طبعا اوكي. طب ده لو يوم الاهلي، بص انا دايما خلي بقى حياتك في الشغل، الاهلي مدرسه في التركيز يا اسلام. أوكي. وانت كنت ما تركيز طبعًا. وكنت بتاخد البطوله وتنزل تاني ماتش انتهت خلاص، شكرا قفلنا على البطوله، فرحنا خدنا الراحه رجعنا الدوري بامر الله، لان اللعيبه مطالبه بالدوري بامر الله تعالى ان شاء الله. فماتش الحرس اكيد والنادي الاهلي قدروا ان اي فرقه بتستعد احسن استعداد ليه، فده طبيعي جدا، فماتش مهم جدا ان شاء الله باذن الله تعالى، واكيد هنشوف مباراه كويسه ان شاء الله تعالى. والدوري خلاص، الدوري احنا مطالبين دلوقتي يا كابتن سامي بالدوري، الدوري ما عندناش، محدش هيفكر بقى ان انت خدت البطوله 11 ولا بتاع لا، واللعيبه واعيه. اللعيبه عندها نضج الحمد لله، ولاعيب النادي الاهلي غير اي حد، دايما بيفصل ليه؟ عشان كله بيبقى في طريق الوعي، الاداره بتوعي والجهاز الفني بيوعي، واحنا مدرستنا خلاص اتبرمجت على كده يا كابتن سامي، خلاص خدت بطوله بتفرح تاني يوم شكرا عشان اللي بعده. كل بطوله لها تركيزها ولها شغلها ولها رجالتها ولها تخطيط ولها حاجه، كل بطوله في النادي الاهلي. فدي حاجه كويسه جدا، فالناس ما تقلقش باذن الله تعالى، وان شاء الله بطوله كبيره جدا برضو بارقام، ان شاء الله بارقام. بطوله الدوري مهمه جدا بمشيئه الله تعالى بارقام، ان احنا يهمنا الارقام، الارقام هي اللي بتحط النادي عندنا ارقام. دي مهمه جدا. فان شاء الله نحطم ارقامنا بالفارق، خد بالك، ونكرر اكتر من مره، اذا كنا خدنا دوري قبل كده بفارق نقط كتير جدا نكرر مره واثنين وثلاثه، فان شاء الله نحققها باذن الله تعالى وبارقام بمشيئه الله تعالى. كابتن، هل الحرس يعتبر بنسبه يعني 99% هبط للدوري الممتاز للدوري الدرجه الثانيه، هل ده يكون يشكل او تبقى بتخلي المباراه على الاهلي اصعب؟ بمعنى ان انا كلاعب لعيبه الحرس ما فيش حاجه في دماغي. صحيح صحيح. هلاعب نفس هلاعب بطل افريقيا. صحيح. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله، عايز اكسب بطل افريقيا وعايز العب قدام ماتش كويس، وفي الاخر برضو انا ما فيش في دماغي حاجه، اتغلبت كسبت اتعادلت، دي حقيقة. مفيش في دماغي حاجه. هل ده يصعب الماتش اكتر؟ ما هو صعب. طبعا هو 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 على الورق النادي الاهلي طبعا الفوارق كتيره جدا. طبعا. بطل افريقيا وخبرات على الورق. وقدرات معينه ده على الورق. صحيح. النادي ياخد بحياتك، والطبيعي جدا انك ترشح الاهلي يكسب بعدد كبير جدا من الاهلي. صحيح. لكن كره القدم مالهاش كبير. لما النهارده ممكن تلاقي التوفيق وعدم التوفيق، وتلاقي الحرس النهارده شغال ويعمل مفاجاه، طبيعي جدا في كره القدم، طبيعي جدا. لكن انا من وجهه نظري ان شاء الله تعالى ان الجهاز مع لعيبه الكوره عارفين يعني ايه تركيز والتزام، يعني عارفين الحرس وايه اللي مطلوب، حاجات كتيره جدا، واكيد ان شاء الله ان اللعيبه عامله حسابها كويس والجهاز الفني، وان شاء الله في التشكيل وفي اداره المباراه وفي الجانب الفني، وده مهم جدا. وفي نفس الوقت احنا خلي بالك مدرسه النادي هي الاحترام، دي حقيقه. اي تيم بيلعبوا النادي الاهلي ميزتنا بفضل الله تعالى ان ما عندناش لا تركيز، ثلاث نقاط مهمين جدا، فده باذن الله هتلاقيه ان شاء الله تعالى. مع ان فنيا انا مش عارف الحرس هيقابل ازاي، لكن اكيد مركز الاهلي بيتمرن كويس، عاوز يكسب الاهلي، ده طبيعي جدا موجود،
وهينام كويس وهيشتغل كويس وهيركزوا كويس وهيترصوا كويس خططيا هجوميا دفاعيا فرديا جماعيا، اكيد هقابل النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي بيتقابل ازاي وقدراته ايه وطريقته ايه. لكن على الورق طبعا النادي الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الاكبر، هو الفنيا هو النهارده النادي الاهلي اللي النتيجه المفروض يحسمها بعدد كبير من الاهداف. لكن ان شاء الله نشوف ماتش كويس باذن الله تعالى ونكسب فيه كويس. طيب فنيا بقى يا كابتن المباراه دي حضرتك شايفها ازاي؟ هل من الممكن ان نرى تغيير في الاداء، تغيير في بعض اللاعبين من وجهه نظرك يعني في كولر والنادي الاهلي؟ طبعا شايف الاداء هيبقى افضل واحسن. الثقه بفضل الله مع بطوله كبيره وعودتنا دي مهمه جدا. النضج دلوقتي للعيبه هو ليه حصل انسجام وتفاهم بعد فتره؟ هي الفتره اللي مستر كولر اللي كان فيها موجود وفي نفس الوقت كان فترة أولى كانت صعبة لسه برضو ما في الأول فيه. دي حقيقة ففي ممكن برضو يعني ممكن مدرب بعد 3 شهور يحصل انسجام، بعد 6 شهور، بعد عدد كبير جدا من ماتشات الانسجام والتفاهم بقى رائع بفضل الله تعالى. حلو. لو تلاحظ خلي بالك بحسن داونز دي حقيقة، احنا بقول لك عشان التوفيق زائد في أدمغة بتشتغل، في دماغ مدرب، في إدارة بتشتغل، في لعيبة عندها قدرات بتنفذ الموضوع مش خلاص عشوائي. حسين يقول لك هو ده صحيح النادي الأهلي راجعنا حساباتنا، فطبيعي جدا طبيعي جدا بأمر الله تعالى إن احنا شغلنا وشغل الدوري مختلف تمام. القدرات بأمر الله كانت موجودة في أفريقيا، موجودة في كأس العالم. الدوري بالنسبة لها بإذن الله تعالى احنا حافظين الدوري وطريقة الدوري، لكن في واجبات ووظائف من المدير الفني للعيب. في طريقة أنا بلعب 4-3-3 أو 4-2-3 أو 3-1 طبيعي جدا أنا بختار للطريقة دي وبختار للطريقة دي. الطبيعي جدا إن المدير الفني بأمر الله تعالى يكون مذاكر المنافس وفي نفس الوقت فرقتي أنا أهم شيء، أنا بحضر فرقتي إزاي والشغل أنا إزاي وتطوير الشغل أنا إزاي وإيه اللي مطلوب مني في الـ3-3 وأنا مش طريقتي إزاي مع الحرس، طريقتي إزاي هتبقى عن طريق إيه. طرق كتيرة جدا الهجومية الدفاعية معروفة إن هتضغط هتلعب تلتين الملعب هتقابل نص الملعب، فحاجات كتيرة جدا بأمر الله تعالى أكيد المدرب هيحضرها في اللعيبة وهيختار لعيبة معينة أكيد هيبتدي بيها، وفي لعيبة معينة هتستريح الماتش ده. إحنا عندنا الحمد لله، لأن مهم جدا يا كابتن إسلام مهم جدا هو ده التدوير بقى الجيد عشان القادم مهم جدا، فعشان الدوري وعشان حاجات كده. إحنا عندنا الدوري وعندنا كأس تقريبا بأمر الله تعالى بعديه على طول السويس، فكل ده اكيد مستر كولر هو خلاص بفضل الله تعالى الكلمه بقت جميله جدا والانسجام بقى رائع والخبرات بقى كبيره جدا والشغل بقى دلوقتي بوعي فني رائع. الوجه يبقى عنده فنيات كبيره جدا بس لا هو الراجل احنا شايفينه مش ماشي يعني انت فاهم. الفنيات هي اللي تخليني اعرف ان انا معايا مدرب معيش مدرب، وبعد كده بقى التنسيق، وبعدين ادارته، وبعدين بعد كده تخطيطه خلال المرحله دي كلها. اكيد في تخطيط مع سيد عبد الحفيظ، اكيد مع الاداره، مع اكيد هو ده اللي موجود وهو ده النادي الاهلي ان بيخطط وبينظم وبيفصل بين ده وده وده. فان شاء الله نشوف مباراه كبيره وكويسه ويحقق فيها النادي الاهلي اداء كويس وبعدين نتيجه كويسه ان شاء الله. اعتماد النادي الاهلي دائما على اطرافه وعلى اجنحته، طريقه لعب النادي الاهلي المعتاده. طبعا يعني برضو سؤالي الناحيه الفنيه، هل نرى تغيير؟ يعني مثلا انا هلاعب حرس الحدود فريق او اخر فريق في الدوري من ناحيه النقاط يعني والكلام ده كله، وبالتالي انا عايز اكسب فالعب بطريقه هجوميه اكتر، ولا لا هحافظ على شكل الاداء كله؟ لا النادي الاهلي هو خلي بالك حرس الحدود اللي يعمل حسابه على طريقه النادي الاهلي، مش اللي يعمل حسابه على حرس الحدود. ده انا حتى لما بعيد عن افريقيا انا النادي الاهلي لان املك القدرات اللي اشتغل بها باي طريقه، بعيدا عن افريقيا بعيدا عن صح كده طبعا. فالحساب هنا انا العكس، انا رقم واحد في فرقتي يا كابتن، انا انظم قدراتي وفرقتي، لازم اجهز فرقتي على اعلى ما يكون، بعد كده ابص للمنافس المنافس بيلعب ازاي. ده طبيعي جدا لازم تدرس وتشوف ده حق، انما انا فرقتي اهم شيء. ممكن ادرس المنافس يكونش عندي فرقه رقم واحد احضر فرقتي نظامي، انا شغلي البدني فرقتي بدنيا واقفه ازاي في شهر الستة ده اللي خد بالك مهاريا مين هيلعب مين يقعد يلعب نص ساعه مهاريا ساعه وشويه خططيا طريقتي طب 4-3-3 ولا 4-4-2-3-1 عشان عندي ممكن اريح ده بيجد لي ده مش موجود ههاجم ازاي. طبيعي جدا العب ضاغط على الحرس هعمل زون الحرس فريقي هبط ده طبيعي جدا. الجناب طبعا طبيعي فنيا طبعا الفنية طول عمره طبعا الطرق بتاع 4-4-2 أو 4-2-3 أو 4-3 باكين ادي حلول، ده الباكين دول حلول طول الموسم اوكي حلول واخد بالك زائد 4-3-3 عندك اثنين وادي اثنين في وسط الملعب خلي سته ده واقف ادي اثنين واثنين ادي اربعه وطبيعي جدا ثلاثه قدام يبقى عندك سبعه بتهاجم بيهم كره القدم الحديثه سبعه في الكوره بالكوره عشان انهيها
طبيعي جدا من غير الكرة كله بيلتزم في مكانه عشان تحت الكور. ففي تمركز سليم فطبيعي جدا ده الراجل عارف واخد بالك كابتن اسلام فطبيعي جدا ان حد عنده اكتر من طريقه وبعدين حسب بقى اللعيبه اللي موجوده اللعيبه دي انا برايح مين واللي موجود مين عشان ممكن عندي طريقتين هو بيلعب 4-2-3 او 4-3-3 و4-3-3 دي ثابته وزي الفل وجميله وبتحقق اللي احنا عاوزينه واخد بالك بتحقق اللي احنا عاوزينه فطبيعي جدا هيلعب ضاغط طبعا لان الدنيا حلوه وبعدين اللعيبه في احسن حالاتها الفنيه بعد الراحه اكيد خد بالك لسه كنت هسالك بقى يا كابتن الراحه دي 6-7 ايام في ظل اسبوعين حضرتك شايفها ازاي؟ انا قابلت الدكتور انتوا خدتوا 7 ايام فهو لا هو في لعيبه كانت بتتمرن موجوده خد بالك كان في لعيبه بتتمرن كانت موجوده وفي لعيبه معينه ومش هتلعب الماتش الجاي ما هو مش كله بامر الله تعالى لكن هو الراجل برضو احنا عنده ميزه كويسه انه خلاص عرف طريقه الشغل ازاي عرف طبعا انا بقول عرف هو جاي عارف لكن برضو نضج اكتر لان افريقيا غير اوروبا افريقيا غير حاجات كتيره جدا صحيح. وخاصه في النادي الاهلي يا كابتن اسلام النادي الاهلي مدرسه مطالبه بكل كبيره وصغيره عشان كده هو عايش حاله رائعه في التركيز والتنظيم والتنسيق وده مهم جدا وده اللي هنلاقيه يوم الخميس بامر الله تعالى في لعيبه ما شاء الله عطشانه كور هتلاقيها يوم الخميس وفي لعيبه خد بالك لازم تستريح تقعد استريح عشان القادم عشان كده ادالهم طبعا وبعدين خلي بالك انت في نهايه الموسم الرجوع هيبقى بسرعه الرجوع هيبقى بسرعه احنا كان عندنا فايتس الالماني لما خدنا كاس من المصري كان بيتمرن الساعه 6 بالليل الكاس كان هيتلعب الساعه 3 الظهر وقت المباراه بيننا وبين المصري 3 الظهر فالراجل كان بيمرن في نهايه الموسم 6 بالليل ازاي انت تلعب 3 الظهر وازاي تمرن 6 بالليل خد بالك وفريق المصري بيتمرن كله الساعه 3 في وقت المباراه الراجل احنا في نهايه الموسم خلاص بفضل الله تعالى انت خد بالك لازم يحصل شويه اشياء وشويه حاجات كده مهمه جدا انا لو مرنتك الساعه 3 يبقى بحرقك يعني كده انت جاهز انت في نهايه الموسم جاهز وزي الفل فاللي اقصده ان نزلنا وفعلا الماتش خلص في 20 دقيقه لا هو الراحات البسيطه دي ترجع فيها بسرعه وتقدر ترجع بتمرينه واثنين وثلاثه واربعه اكيد قبل الماتش وده مهم جدا فنيا انت مش محتاج بدنيا ترجع مهاريا خططيا خد حياتك فدي حاجات اكيد المدرب دارسها كويس قوي وعارف مين اللي يبتدي بيه ومين اللي يريحه ومين اللي ياخد شويه راحه اكيد هنا وده مهم جدا وهنلاقيك تعتقد في الحرس الدوري العام السنه دي عاجبك يا كابتن بشكل عام؟ عاجبني فيه مش كل الفرق اوكي مش عاجبني فيه اداؤه الفني يعني الاداء الفني تلاقي مثلا ابعد الاهلي اوكي عشان بيلعب على بطوله فهتلاقي الزمالك السنه دي بعيد جدا خد بحياتك بيراميدز ما عندوش طموح البطوله اوكي واحد خد بالك فيوتشر بيحاول انه ياخد مع بيراميدز والباقي بيلعب عليه اسلام على النص شكرا من ساعه ما الدوري ده صحيح على بفضل الله تعالى فهيعجبني فيه انا النهارده لما اكون منافسات قصدي ان في ناس كتيره جدا في الدوري ما خلاص هي بتاخد عشان موجوده عشان تبقى موجوده انما احنا عاوزين الدوري مع ان في شركات وفي فلوس دلوقتي يا اسلام شركات ينفع النهارده نادي في الدوري يصرف مثلا 200 مليون 250 ويبقى عنده فرقه مهدده بالهبوط غريبه جدا ده احنا يعني في اسوان مش هقول لك الارقام اللي عملناها في اسوان مش هقول لك الارقام هتخض الناس ارقام متوازنه جدا وبسيطه جدا وبفضل الله مش كله خد بالك في ناس ب 800,000 وفي ناس ب 300,000 وبتلعب وزي الفل ودوري ممتاز دوري ممتاز بالك فالارقام خلي بالك الارقام مش هتصنع بطولات الارقام عمر ما الارقام بتصنع بطولات الروح خد بالك والحب واخد بالك ده مهم جدا هي اللي بتصنع البطولات ارقام ما انت ريال مدريد ده ارقام ما خدش حاجه مثلا خد بالك فالارقام موجوده مش اي ارقام تجيب لك كلك في حاجه قبل الارقام في تخطيط في نظام في جهد في كفاح في اصرار في اراده في تركيز في حاجات في روح في حب يا اسلام حب مدرسه حب الاول في اوضه لبس وبعد كده الارقام الارقام بتساعد وبتجيب وبتحطك في حته تقول انا هاخد بيها لكن مش هي اللي هتحقق لك البطولات شيء الاساس يعني طبعا مش كلام انك بتقدر تجيب لعيبه كويسه بتقدر بس مع الشغل الصح مع هو انت النادي الاهلي النهارده انا بقول يا اسلام ان انا بجيب لعيبه ونايم هو انا النهارده بقول انا عندي لعيبه انا عندي فلوس اهو لكن لا بدأ مع مدرب مدرسه فنيه معينه خد بالك بدأ مع لعيبه بدأ مع التزام مع شغل كل حاجه في ترابيزه بيبقى عليها ورق عشان اخد بيها البطولات صحيح طبعا حضرتك دايما بتنظر للتنظيم يعني دايما التنظيم انا اعشق التنظيم مع الفني اهم طبعا ولكن انا اقصد ان
الفني وتنظيميا تبقى الامور تمشي. ما هو التنظيم في الكله حتى الجانب الاداري صح. حتى اللعيب لما بيجي يخرج تنظيم، تيجي الساعه كام وتخرج الساعه كام، ده بره في شغل كتير جدا خارج الملعب. اصلا مش كل البطولات بتيجي من الملعب، في شغل خارج الملعب. بالك النهارده اللعيب لما تدي له برنامج وتقول له مثلا نام الساعه 11، لما تقول له بكره الصبح الساعه 9 التمرين، يبقى الساعه 8 موجود في الاوضه. خد بالك لما تقول له النهارده خد بالك انا عم محاضره الساعه 6، الساعه 6 ل 10 قاعد، فيها شغل، في تخطيط، في نظام، في دماغ بتشتغل، في تخطيط. هو ده، هي دي الحياه. انما النهارده كله لا، ياما ناس عندها فلوس بس مش عارفه توصل للي بيوصله النادي الاهلي. مدرسه النادي الاهلي مدرسه مختلفه. زمان احنا لما بنروح من الفندق للملعب، لو واحد ضحك كله بيبص له، ده مش مركز ده ولا ايه؟ بتبص كده. ده بره رحيل في ماتش افريقيا محمد عباس ضحك ضحكه عاليه. فالمدرسه فالقصود هو هذا الشغل. فالموضوع مش موضوع فلوس، لا، موضوع تنظيم، خطوط، تخطيط، ترابط، حب، احترام، تنسيق، حاجات كتيره جدا على حط ترابيزه عشان تاخد بيها البطولات. ايه رايك في منتخب مصر يا كابتن؟ منتخب مصر كويس، ماشي كويس، ماشي كويس. عاجبك فيتوريا؟ عاجبني وماشي كويس. بس يعني انا كنت تجربه جنوب السودان دي يعني يمكن عشان ان احنا في الترتيب يعني نحسن ترتيب، بس انا مش يعني مش موافق عليها. انا نفسي في حاجه بالنسبه لاتحاد الكوره، اللي يبقى فيه لجنه على اعلى مستوى فنيا تقعد تناقش الراجل في البرنامج وشغله وايه اللي هتعمله. انت نظامك النهارده انا اتعاقدت معاك اربع سنوات، 4 × 12 شوف بكام شهر بالظبط، بكام تمرينه بالظبط، بكام دقيقه بالظبط، بكام تجمع بالظبط، بكام ماتش ودي بالظبط، بكام عندي بطولات، انا عندي افريقيا وعندي كاس العالم وعندي خلاص، انا هوصل للحاجات دي ازاي؟ قول لي على الترابيزه، حط البرنامج واعرضه في مؤتمر صحفي واشتغل ونفذ عليه. الاربع سنين طبعا هو ده الشغل. من اربع سنين انا ليه اتعاقدت مع اربع سنين مثلا؟ عشان يعمل لي فرقه متوسط عمرها مثلا كاس، غير ان احنا خلاص افريقيا وكاس عالم ده وتحاسبه سنويا يا كابتن؟ انا كاتحاد كرة يعني. ما هو ممكن، خلي بالك يا اسلام، وانت تعرف مدرب تقيل ومش شديد يعني، ما هو في عقول لازم تعرف. ما يمكن انا مثلا تعاقدت مع مدرب، طب انا اعرف قوه المدرب ازاي؟ الناس دفعه تسمعه، ده اللي اقصده. مش عيب يا كابتن. لا مش عيب، مش طبعا عيب. لا مش عيب. فاللي اقصده النهارده بكل احترام اعرف المدرب يتعرف من البرنامج من تخطيطه من ورقه الاول. خلي بالك المدرب مش من وقفه الملعب، وقفه الملعب اي حد في الملعب، انما تقعد معاه ورقك. انا النهارده جبتك في شهر 6، هتمشي في شهر 6 26، هتعمل ايه؟ اقعد. هعمل اول سنه همسك الاجنده الدوليه بتبقى واضحه، المباريات دلوقتي واضحه، دلوقتي كل الامور واضحه، تصفيات امم افريقيا واضحه، تصفيات كاس العالم واضحه. بعكس الماضي، دلوقتي كل حاجه بقت واضحه زي ما قلت. افريقيا ليها وقتها، كاس العالم ليه وقته، فانا هعمل ايه؟ هجمع. طب اجمع في 3 ايام، طب في 4 ايام، طب ازاي؟ طب انت بتعمل لنا الاعمار، طب انت عاوزين فريق بامر الله تعالى يكسب ويروح افريقيا وكاس عالم، طب النهارده طب مبداك، طب تغيير، طب توظيفك، طب اختياراتك، طب او تناقشوا فنيا عشان يحس بس ان في ناس لجنه، واخد بالك؟ يتعب شويه، التعب بيجيب النتائج، التعب والجهد، التعب والجهد يا اسلام. تخلي بالك اي واحد في مكانه بيتعب ويجتهد ويشتغل بين ارض الله مفيش، حتى لو بعد حين خلي صح. بالك ممكن ما يوفقش اول سنه ثاني سنه واول مباراه وهكذا، الحياه عاوز ربنا سبحانه يقول لك وقل اعمله. فكل واحد في مهنته يعمل. هي ده وجهه نظري. انا اعشق اللجان، لجان فنيه على اعلى مستوى عشان تعرف راسك من رجليك. هو ده. لا وبعدين مين اللي هيحاسبه؟ مفيش حد بيحاسب يا كابتن اسلام. هو دلوقتي لما المدرب بيمشي احسب وما بيمشي ياخد فلوس ويمشي، يعني في فلوس بتتاخد منه؟ لا، بنمسكه نعمل له ايه؟ فده اللي اقصده عشان نعرف ان احنا ماشيين ازاي، ان سياسه الراجل، ان دماغه ازاي، ان موهبته ازاي، ان مهارته ازاي، ان شخصيته ازاي. هل لو بصيت حضرتك للعناصر اللي بيضمها فيتوريا، ما نقدرش نقول ان هو رجل مثلا له رؤيه فنيه معينه في اختيارات، لانه مثلا بيختار اسماء ما كناش بنشوفها قبل كده؟ بس خلي بالك انا كنت مقتنع جدا باللي قبله، كيروش شخصيه قويه جدا، وده عمل منتخب صح. خلي بالك في اسماء كناش نعرفها فوجئنا بيها في الدوري العربيه، محمد عبد المنعم مثلا اكتشافه. اكتشاف كيروش صح، خد بالك. وبعدين انت وصلت معاه للاخر، يعني نهائي افريقيا ضربات جزاء، كاس عالم ضربات جزاء، شخصيه قويه جدا وشغال، وشفنا نجوم وشفنا اداء وشفنا نتائج دول عربية، عملنا بطولة رائعة. والبطولة الأفريقية أمم أفريقيا برضه ضربات جزاء صحيح، وعمل منتخب بالك. وبعدين في نقطة في المدرب، الشخصية القوية، المدرب رقم واحد شخصية،
أوكي. الشخصيه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده لازم الشخصيه رقم واحد يا اسلام. بعد كده الفينات موجود، انما ده هو ماشي كويس وبخطه كويسه وشفنا نجوم وشفنا اداء وشفنا مكسب، ما احنا كسبنا بلجيكا ودي حاجه كويسه جدا، فهو ماشي كويس بامر الله تعالى. طب امتى يعني امتى هتقول اسال كابتن ربيع يقول لي لا ده مدرب كويس؟ كاس الامم الافريقيه، كاس الامم خلاص قبل كده لا. انت خلي بالك يا كابتن اسلام، انت عندك النظام بتاع كاس العالم 9 فرق دلوقتي اصبحوا 9 ونص ده مصر بامر الله. يعني قصدي بص ايامنا كان 2 من افريقيا اتنين تقعد تضرب بص. بقى وتتخانق وتعمل اختبار حقيقي للعيبه وللمدرب حق. رقم واحد كان ايامنا اللعيبه، معلش اللعيبه كانت بتصنع النتائج جيتها، كانت بتصنع مدربين كتير جدا لان كنا موهوبين. انت عارف الفنان زمان موهوب بيعتمد على الله ثم نفسه، ممكن ما يكونش يعرف يقرا لكن تلاقيه بص مكسر الدنيا لان موهوب. فاحنا كنا موهوبين يا كابتن اسلام مجموعه بصراحه. فدلوقتي كلها ايه يعني فاهم، انا اقصد ان اللاعب هو بدول معاك قدرات. وانا في اوقات كتير جدا في المنتخب ما كانش مثلا حد كنت بعتمد على موهبتي رقم واحد، بس المدرب يجهزني، المدرب يوظفني، المدرب واخد بالك. فهي دي كلها بعكس دلوقتي حاجات كتير، في الموهوب، في المصنوع، في الجيد، في اللي بيحاول، فالحاجات كتيره جدا. الامور اختلفت طبعا مفيش كلام غير الماضي، دي حقيقه يعني. اخيرا يا كابتن ربيع، لو حابب في ظل خلاص يعني نحن داخلين على بطوله جديده، بطوله الدوري والامور دي، لو حابب تقول كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي، للاعيبه النادي الاهلي، في ظل انتهاء فتره البطوله او فوزنا بالبطوله الافريقيه وبدايه بطولات جديده، او مش بدايه، تكمله بطولات جديده. طبعا انا الاول بشكر اللعيبه على مجهودهم وروحهم العاليه جدا وحبهم وانتمائهم للكيان الكبير اللي بنحبه طبعا، بشكرهم جدا جدا على المجهود الكبير اللي عملوه، وبالاخص بطوله افريقيا بشكرهم جدا، فرحونا واسعدونا وعملوا حاجه كبيره جدا، شكرا شكرا. حتى لو ما كانش في تيم ما قصرتوش، حاجه جميله جدا. فانا بشكرهم بالنيابه عن جمهور النادي الاهلي، دي حقيقه، وبالنيابه عن كل اللعيبه بتوع الماضي. فبشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني طبعا، وبيشتغل بيشتغل بيشتغل في صمت، مدرب عمل شغل كويس جدا طبعا مفيش كلام. الجمهور طبعا يا اسلام طبعاً. في جمهور النادي الاهلي ده مفيش زيه بصراحه. وبعد كده بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب لانه في دار الفرقه ومع الفرقه وراها وفي كل حته يعني بيحاول يحافظ على الكيان والاسم وعلى كل حاجه، فدي حقيقه. بمجلس الاداره طبعا مفيش كلام، واتمنى طبعا، انا عارف ان انتم بتركزوا وعارفين ان الدوري خلص افريقيا، انا عارف ان انتم عارفين يعني ايه دوري، يعني ايه كاس، يعني ايه سوبر، انا عارف بصراحه عارف. فبنشكركم، والحب ده احسن حاجه في الوجود، واحسن حاجه ان اسره النادي الاهلي دايما بتحب الكيان، بتحط الكيان قدامها، الكيان رقم واحد. صحيح. هو ده سر النجاح يا اسلام، ان الكيان عندنا رقم واحد. صحيح. فبشكركم وبشكر الناس كلها طبعا. ويا رب النادي الاهلي للامام والمنتخب للامام ان شاء الله، وكل التوفيق لتيم النادي الاهلي في البطولات القادمه باذن الله تعالى. وسر برضو من اسرار النجاح يا كابتن، معلش معلش هي فاتت عليا، لكن سر من اسرار النجاح ان انت كنادي اهلي او جمهور النادي الاهلي تلاقيه بيهني مثلا كابتن حسن شحاته في عيد ميلاده، نجمه واسطوره كبيره جدا ينتمي لنادي الزمالك، ولكن في النهايه مثل هذه الاخلاق هي اللي دايما بنحاول مطلوبه وبنعلمها للجيل اللي ما شافش الحاجات دي. كابتن حسن شحاته بقول لك كل سنه طيب، استاهل كل خير، مدرب كبير جدا، حقق بطولات لمنتخب مصر، ذوق اخلاق حاجه جميله جدا. يا كابتن حسن طبعا انا بحبه جدا واحترمه، وفعلا مدرسه لوحده. دي حقيقه يعني. وده اللي النهارده قناه الاهلي بتهنيه، هي ده هو ده النموذج بالظبط. هو ده النموذج صحيح، مع انه بص نموذج في النادي، لكن بكل التقدير والاحترام عشان شخصه وعشان اخلاقياته وعشان حبه وعشان احترامه لنفسه للنادي، دي حقيقه. الناس كلها بتحبه جدا، يعني نفسي مثلا، وانا فرحت معلش ان انت هنيته وقناه الاهلي هنيته. لا طبعا يا كابتن، ده كابتن حسن بالنسبه لنا رمز كبير جدا. يستاهل كل خير، حاجه جميله جدا يا اسلام. شخص بص قافل على نفسه بعيد، مفيش مهدرات، فحاجه تحس ان هو يعني ومدرب كبير ونجم كبير جدا، وده مثلا يعني لو عمل محدش، لكن حاجه جميله جدا. نموذج محترم. أيوة. نموذج. أيوة. هي دي النماذج. شفنا كمان المنظر بتاع كابتن الخطيب لما راحوا الاثنين، ده نموذج وده نموذج، كبار جدا، ودي حاجه جميله جدا. وكره القدم المصريه محتاجه النماذج دلوقتي يا اسلام، هو ده السلوكيات الاخلاقيات التصرفات. دي مهمه جدا. البطولات موجوده والكره موجوده، لكن احنا عاوزين نزيد في السلوكيات والاخلاقيات والتصرفات والمبادئ والحق، هو ده اللي عاوزين نزيد فيه ويتغير ان شاء الله. نشوف
موسم افضل واحسن وتغيير وجماهير جميله ومليان الاستاد بامر الله تعالى، اتفرجوا واستمتعوا ونشوف ما هو ده اللي عاوزه ان شاء الله، نشوف حاجه احسن وافضل في الموسم القادم. الحقيقه انا بس عايز اقول للجمهور النادي الاهلي او للشباب اللي طالع وبيشجع جمهور النادي الاهلي، مثل هذه الامثله هي الطبيعي بالمناسبه، ان احنا لما نلاقي نجم كبير زي كابتن حسن شحاته نحتفل بيه، والجانب الاخر نفس الكلام، لما تلاقي نجم كبير زي كابتن ربيع، بالمناسبه كابتن ربيع ياسين ده كل جمهور الزمالك بيحبه، عمره ما يعني كابتن ربيع عمره ما جه مثلا معانا وقال لنا ده الزمالك، ما بتحصلش. لا لا ابدا، يعني هذه هي الاخلاق وهذه هي المبادئ اللي بنتكلم عليها. في نجوم كتيره جدا، كابتن حلمي طولان، كابتن محمود ابو رجيله، والله كابتن ابو رجيله اول طبعًا. واحد هناني بعد، والله هناني يا اسلام، وكلم هناني كلنا والله. اتصل بيه وهناني ما انا بقول لحضرتك كلم من اعتقد يعني ان هو كلم كل الاهلاويه. ايوه دي حقيقه، دي حقيقه، كلمهم وبارك لهم وهناهم وانا معاكم في اي حاجه وفي اي احتفالات. هو ده اللي ربنا يديله الصحه، ده كلام هو ده دايما يا كابتن، الاحترام والادب والاخلاق ده اللي اتعودنا عليه وتعلمناه، وده اللي اتعودنا عليه، مش الحقيقه الجوانب اخرى يعني مش عايز اتكلم فيها، ولكن مش هو ده اللي اتعودنا عليه. فانا بشكرك جدا يا كابتن ربيع، لان حضرتك دايما الحقيقه بوجودك معانا بتدينا مثل للاحترام والاخلاق والمبادئ، وبالنسبه لي ان هو ده الاساس في ظل طبعا فنيات مش انا اللي هتكلم عن كابتن ربيع ياسين الحقيقه، ولكن شغله وتقدير الناس ليه وتقديره في كل الاتجاهات اعتقد هو اللي بيتكلم عن كابتن ربيع ياسين. فانا بشكرك جدا يا كابتن على دائما هذه الطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا دايما. موفق دايما، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، بشكرك ودايما موفق. شكرا جزيلا على وجودك في بيتك يا كابتن ربيع، ودايما طبعا يعني بننتظر حضرتك معانا في كل الاوقات. طبعا شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، شكرا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك كابتن؟ سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. وانا سعيد جدا الله يخليك استاذ عصام. استاذ عبد الحكيم، هبدا مع حضراتكم بالدوري العام، رؤيتكم بقى للنادي الاهلي خلال المباريات القادمه، سواء في الدوري العام او في الكاس او في السوبر او في المباريات القادمه او البطولات القادمه. في البطولات القادمه طبعا في النادي الاهلي النظام يحكم، يعني هناك اكيد يعني ورقه عمل واجنده لما هو قادم من بطولات، تبدا بكتله المباريات الثلاث، ثم مباراه كاس مع منتخب السويس، ثم مباراتين الاسماعيلي والاتحاد السكندري، ليصل لخمس مباريات دوري يوم 8 يونيو تحديدا، يوم مباراه الاتحاد السكندري سيد البلد زعيم الصغر، يعني اللي بنتمنى انه يتشاف هو كمان، لانه نادي الحياه من روافد الكره المصريه، وبالتالي لابد ان احنا نؤكد لجمهور النادي الاهلي ان العمل يثير وفقا لاجنده فنيه وضعها السيد كولر، منطقها انه عشان كمان جمهور الاهلي لا يتصور انه المرحله اللي انتهت معناها راحت لاعبين، الرجل وصل بالنادي الاهلي كما كان يخطط مع محمود الخطيب المشرف عام على كره القدم بالنادي الاهلي، الى مرحله ان النادي الكبير الاهلي كعادته دائما مع وجوده بعد تجارب الموسمين او الموسم ونص اللي فاتوا، انه يبقى عنده 29 لاعب. ويمكن كنا بنقول مع حضرتك هنا وحكيم كان معايا في بعض الحلقات دي، انه الاماني الاهلاويه الدائمه انك تلاقي 20 او 23 لاعب يعني بيشدوا تيشيرتات بعض عشان يسمعوا ال 11، ثم ادوار للاحتياط الاستراتيجي في البنك المركزي الكروي الاحمر اللي هو كله الدقيقه زي 90، وصل المفهوم اللي دايما نجوميه الاهلي وقوته بتقوم عليه. وبالتالي انا شايف ان الراجل هيشتغل على ده، وان كتله المباريات الثلاث اللي قبل الاثنين الاخيرتين هتخلوه يبدا يعطي الفرصه باوقات اكثر لاراحه اولا اللي ما خدش اجازه، لان ده مخطط جزء فيه علمي، ومن ثم يشارك كل اللاعبين مع زملائهم في ما هو طريق لاستعاده الدرع.
هنا مش تقول لي بقى ايه زي بعض الناس متوقعه انه هيلعب بقى بالباقيين علشان خلاص، لا، مهمه ايه؟ هو عايز الكل يشارك في استعاده درع الدوري. وبالتالي هنا هيبان باذن الله تعالى ان الرجل يعي تماما حجم المهمه وحجم اسمه والطور اللي عمله النادي الاهلي اخيرا سواء في افريقيا او في كاس العالم، ويبني عليه لما هو قادم. وبالتالي هذا ما اتوقعه، انه في زياده في مساحه ظهور النجوم اللي او باقي النجوم اللي الناس منتظراهم، مش عايز اقول اسماء لا يقع مني اسماء اخرى. وفي هذه الحاله الكل يكون حصل على فرصته كامله ووقف في الصف علشان ساعه نادي الاسماء مين في الاستاندر ده. وده الحاجة العبقرية اللي الراجل أكنه مولود في النادي الأهلي كولر، اللي هو دايما الأهلي حتى حين يكون هناك لاعبين برا الاستاندر مش بيقول لهم دول وحشين أو مش عاوزين إسلام بس عاوزين حكيم، لا، الفكرة إن أنت لاعب النادي الأهلي، إذا لم تكن فرصتك في النادي الأهلي فأنت في نفس الشريحة دي ربما في تجربة أخرى. وبالتالي هنا هيكون بإذن الله تعالى بدء بناء الفكرة اللي قام عليها اولا مشروع الكابتن خطيب ومجلسه عائله الاهلي الكل، ثم في كره القدم اللي هو ان تاتي بمدرب بعد تجربتين مشروع، يعني يجلس معك لتكوين الفريق، مش الحلم ولا حاجه، الاهلي دي عوايده، الفريق الذي يجتاح البطولات بما فيها تكتيك كده لاول سوبر ليج افريقي. استاذ عبد الحكيم، دايما الكل بينظر لبطوله الدوري العام كان او لانها هي اللي بتودينا لكل البطولات، يعني بطوله الدوري العام اللي بتوديك لدوري ابطال افريقيا، اللي بتوديك بعد كده السوبر ليج، بعد كده السوبر الافريقي لو فزت. لا، السوبر ليج ما حدش بيروح له غير الاهلي. ماشي، صح، دي عندك حق فيها. لا، ما حدش بيروح له غير الاهلي. صح، دي عندك، ما هو لسه ما هو اول واحد. لا لا لا، مش هيروح غير الاهلي. بص يا كابتن، عشان بس في ناس كتيره والله بتطلع تتكلم، انا اسف من بطل حضرتك، تطلع تتكلم بدون درايه. عايز 10 سنين انجازات لاي نادي في مصر عشان يروح السوبر ليج، عشان يفكر الكاف، يبتدي يفكر يحطك في الخريطه. لا، ما هو انت مش فاهم انا قصدي ايه. انا قصدي ان النادي الاهلي، انا ما اقصدش كلام حضرتك. لا، انا فاهم لكن انا بقول لك، انا بالنسبه لي انا بجي اقصد ايه، ما هو النادي الاهلي كده كده يعني رايح، ما لو عايزين ياخدوا نادي تاني في مصر 10 سنين. لا، لابد. طبعا 10 سنين. لا، الموضوع كبير جدا، بس الناس والله العظيم في ناس، انا لسه كنت بتكلم مع اسامه، في ناس بتقعد تتكلم كده وتبقى ماسكه، يعني تطلع للشاشه للناس وتصدر جزئيه ان ايه، ان لا انا ممكن السنه اللي جايه العب، السنه اللي بعدها. لا، الموضوع مش سهل انك تروح. القصه بالنسبه للنادي الاهلي التصنيف. ايوه، انت التصنيف بتاعك فين دلوقتي؟ انت السنه دي في الالفيه اللي جايه، انت لسه بتكلمنا عن نادي القرن العشرين، انت تصنيفك رقم 6 دلوقتي، انت ترتيبك رقم 6 في افريقيا، رقم 6 في الترتيب بتاع نادي القرن، فانت بعيد جدا تحت في النقاط. وهو بياخد تقسيم جغرافي في شمال افريقيا، وسط، غرب، فانت مش موجود، انت لسه قدامك سنين في النقاط. مش تتكلم على الانديه الاخرى. طبعا، هي القضيه كلها مش تصنيفك انت رقم 6 فتاخد من ضمن العشرة. لا، هو بياخد تقسيم جغرافي، التقسيم بتاع دوري السوبر الافريقي تقسيم جغرافي، فانت مش موجود معاه في الخريطه. ففي ناس بتطلع تتكلم تصدر جزئيه ان انا المفروض كنت اروح. لا، فكمل، معلش انا اسف ان ضيعت سؤال حضرتك. يعني لا، انا بس اصل انا كنت هتكلم في الحاجات دي كلها، ولكن كنت الاول هتكلم في الدوري العام هو اللي بيوصلنا، اللي هو طريق كل البطولات. بس خلي بالك حضرتك ان مع اول سوبر ليج قبل ما يكمل حكيم، الاهلي هو من تم اختياره اولا بحكم الارقام. طبعا طبعا، ثم اتى التسعة بتصنيف يوالي النادي الاهلي. اذا نظرت للارقام فالاهلي في حته، ما هو انا عشان كده بقول لك دايما ان انا بعتبر ان الاهلي موجود، ما لا انظر ان الاهلي بره او لا. لا، مش حضرتك. لا، ده على فكره انا ما قصدتش كلام حضرتك. لا، احنا بالارقام طبعا، احنا مع بعض، احنا مكلمين الكلام ده مع بعض. فيعني لا، انا لكن انا بقول حتى للجمهور ان الواحد لما بيجي يتكلم، انا يعني الاهلي ما، وبالنسبه لي ان هو هيلعب يعني، انت فاهم. طيب، نتكلم عن الاول على الدوري وبعد كده نرجع نتكلم عن موضوع السوبر لانه مهم جدا. دوري العام المصري عندك مباراة مهمة جدا مع انا بعتبرها مباراة من اصعب المباريات، ودايما على حظنا او النادي الاهلي، ما اعرفش حظنا ولا حظ حرس الحدود بقى ولا سوء حظ، كل راجعين من بطولة نلعب الحرس، ترجع البطولة من بطولة وبطولة كبيرة. يعني انا فاكر اول بطولة لينا بعد كاس العالم اللي خدنا فيه ثالث عالم كانت حرس الحدود، صحيح، في 2005 ولا 2006 حاجة كده. فكانت اول بطولة حرس الحدود، عشان كده ضربة في دماغي ان حرس الحدود، ما اعرفش هل هو عشان احنا بنحب حرس الحدود.
طبعا كلنا بنحب كلنا الجيش المصري حدود طبعا حرس حدود طبعا كلنا طبعا الجيش المصري كله ممثل طبعًا قواتنا المسلحه العظيمه. بص يا كابتن حسنا فعل الجهاز الاداري او اداره الكره بالنادي الاهلي بانها اعاده فرض الحظر الاعلامي من جديد داخل صفوف الفريق وان خلاص دلوقتي احنا احتفلنا اربع ايام عشان كان في اجنده دوليه صحيح. لكن طبع النادي الاهلي ان لو انت رجعت تاني يوم او تالت يوم بتقفل على طول وبتبتدي تشتغل، لكن انت كان في اجنده دوليه والفرقه خدت اجازه فكانت الامور اتفتحت اربع خمس ايام فالنهارده او امبارح خلاص كولر رجع خد قرار بفرض الحظر الاعلامي ورجعنا تاني نركز مباراه الدوري. مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي انه يركز عشان اربع او خمس ماتشات انت لو كسبتهم دون النظر لنتائج المنافسين تكسب البطوله، وده هيسهل عليك حاجات كتيره جدا الفتره اللي جايه. منها رقم واحد انت لو حبيت مثلا تعرف تسوق اللعيبه اللي انت عايز تطلعها مثلا اعاره او بيع، وده يعني ده احنا مش بنقول حاجه مثلا مش هتحصل، كل مدير فني ليه رؤيه في اللعيبه وده مش معناه بيقللش من لاعب هيمشي او لاعب هيقعد، دي وجهه نظر لواحد بيشتغل بالكوادر اللي معاه. النقطه الثانيه ان انت الكاف حطك في وده قدرك قدر النادي الاهلي انه خد دوري ابطال افريقيا فبالتالي هتلعب بطوله السوبر الافريقي وحدد لها 13 اغسطس، فبالتالي انت لازم يكون عندك وقت معين تحسم البطوله بدري عشان تقدر تريح العناصر الرئيسيه زي ما انت عملت السنه اللي عدت، وكمان تستفيد بانك تدي فرصه لمجموعه الوجوه الشابه اللي موجوده في الفريق اللي ما كانش لها نصيب انها تشارك بصوره قويه، فعشان تشوفهم وتحكم عليهم التجربه في خمس ست ماتشات في الدوري. فانا وجهه نظري ان الجهاز الفني مركز جدا انه يحسم الدوري ان شاء الله باذن الله مبكرا في يعني الفوز المتتالي هيحسم لك البطوله عشان تحقق كل الاهداف دي، وكمان النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها ان انت لما تريح اللعيب عشان عندك موسم مضغوط جدا، انت هتشارك في عدد بطولات كبير جدا، عندك اتنين كاس مصر النسخه دي والنسخه اللي جايه عندك دوري احنا عد والنبي عد كام بطوله بس عشان اصلا انا سامع كلام في اتحاد الكره كده بس انا سايبه لبكره ولا بعده نتكلم فيه. بص شوف عدد البطولات اللي احنا السنه الجايه يعني انسى السنه دي، الكاس طبعا مش هيخلص السنه دي انهي بتاع الموسم اللي فات ولا لا اللي جاي ده الموسم اللي فيه ده واللي جاي بدا اتنين كاس اتنين كاس مصر واتنين سوبر مصري يبقى دي ايه اربعه دوري السوبر الافريقي ما حدش يشارك فيه في مصر غير الاهلي ادي خمسه سوبر ليج دوري ابطال افريقيا ادي سته السوبر الافريقي سبعة كاس العالم للانديه ثمانية دول ثمانية على مستوى الدوري بتاع السنه اللي جايه دوري والكاس بتاع السنه الجايه لا ما احنا حسبنا الكاس كده تسعة تسعة فاضل واحد ورابطه الانديه ورابطه بطولات السنه اللي جايه هشارك فيهم ده غير بقى ايه المنتخب لا مش السنه اللي جايه بدايه من يعني من شهر دلوقتي من 1/8 8 احنا ما حسبناش الموسم ده ما حسبناش الدوري ده لا كمان لا لا من 1 اغسطس اللي جاي الاهلي عنده 10 مسابقات يشارك فيهم بخلاف ان المنتخب الاول عنده بطوله امم افريقيا اللي تاهل لها برافو عليك في يناير. انا ما قلتش كمان بطوله الامم طبعا ما انت التجمع ده عندك 8 لعيبه من الاهلي او 9 في المنتخب فبالتالي انت القوام الرئيسي لفريقك ده بخلاف علي معلول الراجل ريحه علي معلول ومحمد كريستو للمنتخب تونس. بمناسبه كريستو انا هقول لحضرتك على حاجه بس عشان الكابتن هاني سعيد طلع يتكلم على حاجه اول امبارح كده لطيفه بقول لحضرتك عليه ماشي. محمد الضو كريستو وعلي معلول في منتخب تونس، اليو ديانج منتخب مالي، بيرسي تاو في منتخب جنوب افريقيا فدي اربع لعيبه وتسعه يبقى 13 لاعب في المنتخبات، فانت لازم تحسب بطوله امم افريقيا عشان انت عندك 13 لاعب في المنتخبات مش هيريح لا فكده بقى انت هتشارك في 11 بطوله كنادي اهلي. انا سمعت وبرده استاذ عصام يا استاذ عبد الحكيم لانه ده موضوع مهم جدا الحقيقه، هل من الممكن ان نرى ان القائمه بيقللوها في اتحاد الكوره ولا ده كان كلام يعني اللي انا عرفته ان هم لا هيبقوا 30 زي ما هي. شوف يعني من تجاربنا يعني واحنا جيلين في المساله العمريه يعني دايما ما تلقى بلالين الاختبار يعني هات البلالين يا زكي. طب وبالتالي ما انا بقول لحضرتك لا معلش اصل هو بالنسبه لي انا دلوقتي اعمل بنوت اختبار ايه؟ يعني انا ما جبتش الرزنامه زي ما بيقولوا اخواتنا في شمال العربي الافريقي ما جبتش الاجنده بصيت لقيت ان النادي الاهلي زي ما عبد الحكيم عمل كده تمام عد كام؟ 10 بطولات ما ده انت هلعب ازاي يا كابتن بتتكلم عن منطق احنا قلنا حتى القناه بقى فيها قناه الاهلي ويعني والاهلي دراما والاهلي كوميدي صحيح فضمن الاشياء اللي هي مش بجد لازم اقولها لك اللي هي بالظبط كده انك لما تجد الاخر بيتحدث وربما معه لوبي من 2-3 كمان عن ما تقسموها بالعدل ما لازم توزعوا البطولات ما لازم تحدوا من هذا ايوه ده اتقال يا جماعه اتقال كده ما توزعوا البطولات هو ما يا عم ده انت في ايدك كاس سخنه وبتدور على اللي بعدها هو ما فيش غيركم
وتجد الكلام زي ما قلنا مع حضرتك قبل كده وكأننا عدنا يعني لستينات القرن الماضي، حيث الاشتراكية والحاجات اللي هي لم تكن أبدا يعني العالم المستنير يرضى بها إلا في حكم زي خمس شارع الجبلية كده اللي هو عايز يرضي أي حد في أي حاجة. فبالتالي لا يمكن أخذ هذا الكلام على مأخذ الجد. يعني إيه توزع تورطة أصلا العيد ميلاده 10 سنين غير 30 سنة غير 40 سنة وتقول لا كلهم يعني يقفوا صف واحد؟ لابد أن يحترم الصغير الكبير ويشير أن أنا إن شاء الله هبقى كبير. فهاش حاجة أو بنضرب لهم كل الأمثلة في كل العالم بتتوزع البطولات طبقا لمشهد من يفوز لأنه هو الأوفر حظا بسبب الشغل أولا، ثم الإمكانية اللي بتأتي من زبونه اللي هو جمهوره اللي هو الملك الحقيقي ومن ثم مدخوله. مين يقول أنه ده يتوزع بالعدالة وأنه الأهلي مش محتاج 30 لعيب؟ يعني ده بالعكس المفروض الأهلي يبقى عنده 20 والباقيين لا تطبق عليهم القاعدة. خلي بالك أنت ممكن توصف تسمع دي. أيوة عشان ما تتفاجئش يا كابتن كمان. أيوة أو الحد من أن يضيف إلى قائمة محترفين جدد أو حوار قريبا كده هتسمعه، أربعة كتير واتنين شباب، خمسة كتير واتنين تحت السن. ليه يا عم يا مصر مش ولادة؟ إيه ده؟ إيه اللي احنا بنقوله ده؟ في عالم حولنا يتحدث أن لديك بضاعة تصدرها هي لاعب الكرة وتستورد أخرى. إيه المشكلة؟ زي بالظبط إن البطولات الأفريقية فرغت من النجوم، بقى دي فرق السنغال اللي منها ساديو ماني. طب هو ده المقاولين من غير مو صلاح يا كباتن؟ دول كباتن يا ناس. طب هو ده الأهلي من غير حجازي وتريزيجيه؟ مش عايز بس أقعد أستفيد في الأسماء. وبالتالي كل ده هتفضل تسمعه على مدار الساعة. ليه؟ لأنه في الآخر أعيد وأذكر إنه وانت مش قادر تحصل وتنطلق خلف البطل او تنافسه عليك انك انت تخلي حد هو معدي يرمي حاجه في الارض بتاع مسمار يعمل الكاوتش. بس انا بقول لهم والله هيغير الفرده وهيسبق برضه. هيسبق برضه طبعا لان هو متعود على كده، متعود على كده انه لا ينظر. انا هقول لك كلمه ثانيه، سيظل ارنب ارنب والسلحفه سلحفه. ما هو ده لانه هو متعود ان ده الطريق ومتعود ان ده اختصاصه، لا شان له الا بهذا الاختصاص. وانت تتقدم للامام تتحدث عن النادي الاهلي، يا سيدي امتلك من المقرات ما تشاء، لكن هو انت قست المقر اللي طلع اوضه وصاله ده؟ يا سيدي اعملوا اوض وصالات واعملوا انديه واعملوا كل حاجه. هو ايه اللي بيدخل دايما المشهد الأحمر اللي بيدخله في أي حوار بالناس ليها طلبات؟ أنا ده اللي أنا الحقيقة مش فاهمه يعني. فما بتصل لحد طاولة خمسة شارع الجبلية بتلاقي الأمور بقى فعلا لازم تتعرض في الأهلي كوميدي. ليه؟ لأنه هذا الكلام لا يمكن في العام 2023 أن يكون مأخذ الجد يا كابتن، لا يجوز بالمرة. وبعدين يحدث ده سبحان الله بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. ممكن قدريات ما يكسبش، ويعني عمر الأهلي ما تحاسب مع فرقه مع العاملين مع مجالس الإدارة من الملاك الحقين اللي هي الجمهور والجامعات العمومية على ماذا جنيت من بطولات، رغم أنها يعني شغالة. في حد من الناس الجميلة كده كان عامل فيديو قالك بيجيبوا لها ده وليد منين، ومع ذلك دايما على الأداء اللي سبحان الله لازم يغلف بنتائج طبعا. فانت بتيجي تتكلم على ده فيروح حاصل ايه بقى؟ اشادات من انديه كبرى عبر مواقعها بقى، ولا حد مقبضهم، ولا يمكن يكون المان سيتي وغيره دول لجان. صعب شويه، صعب شويه يعني. وبالتالي الفيفا يحطك في يعني رمزيه ما يخرج بيه، الكاف يهنئ نجومك وكذا، يتسلم كهربا الجائزه رسميا. خلاص احنا عارفين ان هو وتشيلولو كل واحد 6 اهداف ماشي، لكن الإعلان الرسمي وبرضه يقول لك الأهلي يسيطر على الكاف وعلى الفيفا وكمان على الأربعة الكبار دول الأندية التي بعثت برسائلها، ومان سيتي اللي بيقول لك أنا مستنيك في السعودية كمان. إيه اللجان العظيمة دي؟ لجان حلوة. طبعا. طيب.
طيب بالمناسبه انا عايز ارد على الموضوع ده بس. موضوع ايه؟ اللي بتاع القايمه دي. اتفضل. لو ينفع بعد اذنك. لا ينفع. اصل اللي فكر في الفكره دي غابت عنه حاجات مهمه جدا يعني. اللي فكر المفروض يبقى عنده. لا انا ما اعرفش مين اللي الموضوع بس اللي فكر المفروض يعني. ما هو الاستاذ عصام موضحها. اصل بيقول لك 30 لاعب وخمسه مواليد 2001 اعتمادا على ايه؟ انه مسابقه 2001 اتلغت السنه دي من منافسات بطوله الجمهوريه بدات من 2003. طب هو عامل هو تفكيره عامل كده ليه؟ يقول لك عشان المنتخب الاولمبي. طب المنتخب الاولمبي خلاص انت مش ضمنك المنتخب الاولمبي هيروح اولمبياد باريس اصلا. النقطه الثانيه اللي ولو هم راح هو هيفضل اولمبي كام سنه. لا النقطه الثانيه اللي هم النقطه اللي هم ما يعرفوهاش ان من شهر 2 2001 ما ينفعش يلعب منتخب اولمبي بدليل استبعاد عربي بدر. الله عليك. بدليل استبعاد عربي بدر من المنتخب الاولمبي استبعد لان عربي بدر قبل 2 2001 في اي لاعب في 2001 مش موجود معاك الا لما ولد شهر 1 وشهر 2. فانت حتى لو عامل القايمه 30 1 وخمسه مواليد 2001 فانت الحجه بتاعتك نفسها بطلت لان المنتخب لو انت مش ضامن رقم 1 انه يروح لمباراه باريس انه يتاهل، رقم 2 ان شهر 2001 كلها هيبقوا عدوا ال 23 سنه فبالتالي مش هيلعبوا لمباراه باريس، فانت حتى لو عاملها عشان كده فهي مش موجوده. يعني ده تفسير منطقي لل مش منطقي والله انا هذا التفكير غائب عن طاوله الاجتماعات لانه بيقول لهم كلام لائحي جدا. فهتلاقي ناس تقول لك هو اللي قاله عبد الحكيم ابو علم في البرنامج ده صحيح يا جماعه شوفوا لنا فلان عشان يجي يقول لهم صح ولا لا. طب بالمناسبه يا استاذ عصام خلينا ننتقل الى صح عندك حق طبعا في هذا الكلام لكن خلينا ننتقل لمكان اخر لموضوع اخر وهو اذا كان هناك مقارنه ما بين بطوله وبطوله على اي اساس ده اولا والمعايير يعني مثلا امتى اقول ان دوري ابطال افريقيا افضل من الكونفدراليه او ان البطوله العربيه افضل من كاس الامم كاس دوري ابطال افريقيا او هل من الممكن ان حد يقارن ده بده بده مستحيل للمقارنات يعني وسائل ومعايير لا يمكن ابدا ان تكون بطوله الدوري كما بطوله الكاس مساله سهله جدا جدا وما تزعلش حد وبرضو سبحان الله عشان اللي عاوز يفهم يلاقي حاجة يفهم منها جرى العرف انه غير الاهلي خد الدوري فذهب الى الشامبيونز ليج ابطال الدوري الاهلي فاز بالكأس فشارك في اللي كان اسمها زمان بطولة افريقيا الابطال الكؤوس ثم تدرجت الى كونفدرالية ومن ثم البطولة العربية هي بطولة شبه ودية لكن الفيفا احتراما لأعضاء عرب كثر وأيدي بيضاء فعلا على الاتحاد الدولي سواء بالخبرة أو أحيانا ببعض العطايا سمح ببطولة عرقية لا يسمح بها لأي بشر غير العرب ومن ثم هي في النهاية تسويقية تسمح بأن يعني يتجاذب العرب أطراف الحديث حتى في المدرجات كجماهير من أندية عربية كثير حتى دي بيحط لها معايير يا كابتن أن تفوز مثلا ببطولة الدوري بطولة الكاس حسب الاتحاد العربي بيقرر أو أنه يعمل زي ما عمل مع النادي الأهلي أن يدعو النادي الأهلي عابرا للتصفيات أن يكون مشارك لمزيد من إطفاء الجماهيرية ومن ثم التسويق إيه اللي ممكن يتقال تاني يا كابتن غير اللي احنا بنقوله ده لا اعتقد حول العالم كمان يا جماعه وانا يعني مانيش ضليع في اللغه الاجنبيه لكن مفيش معايير تاني فعلا لو في حد يقول لنا اذا كانت هناك بطولات تقارن على اسس غير بماذا فزت واسم البطوله ايه سواء الدوري او ما دونها اللي هو الكاس او كاس الاتحاد او الكاس الخيريه او الناس بتنتج بطولات اكتر عشان تبقى اوعيه يعني للاستثمار الحقيقي بقى زي الحب الحقيقي كده وبالتالي يعملوا الدوري الاوروبي وما بعد الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر مش كده يا استاذ انت يعني اكثر حيويه من لا ما شاء الله عليك يعني وبالتالي في الوقت اللي الناس بتزود حجم بطولاتها لمزيد من الاستثمار وبهجه الجماهير لانه دي اسمها ككره قدم والرياضه عموما هي سلعه امن قومي وايضا سلعه ترفيه وقوه ناعمه للدول ما لنا بنعمل في بعض كده ليه انا ده يبقى سؤال يعني دائم الطرح يعني لانه ما حدش عايز يجاوب ولما بنجاوب يقول لك بقول لك ايه اسكت طب ودي اجابه طب بقول لك ايه ممكن تسكت اما هو اقول لك ايه ما هو كمان احنا بس بتقول كلام منطقي انت عملتها صح جدا هم بيعملوا كده بالظبط مش هيرد عليك استاذ عبد الحكيم خليني اخدك لجانب اخر في اتحاد الكره برضو ولكن لما اعرف ان الحكام يعني احنا بننتقد الحكام وحضرتك بننتقد اداء الحكام انا اسف اداء طبعا ولكن
لما يجي حاجه زي دي لازم نقولها ولازم نتكلم فيها، لانه من حق الحكم، حكم بشر او شغلانه كمان بياخد منها، بيسترزق منها وبياخد منها فلوس، وبالتالي لما يبقى متاخرات ب 25 مليون جنيه في ظل ان انت في نهايه موسم، طب ايه الموضوع؟ وكيف تطالب الحكام، انت بقى كيف تطالب الحكام ان هي تشتغل في ماتشات ممكن فريق منها ينزل او فريق ياخد دوري في ظل ان انت عندك متاخرات بهذا المبلغ الكبير؟ ده هياخدك لنقطتين مهمين جدا الملف ده. اولهم الضغوط اللي بتحصل لان انت ما تقدرش تحصل فلوسك كاتحاد كوره، ان انت بيتجيلك تليفون ما ايد للنادي الفلاني وما تخلوش يدفع، ايد للنادي الفلاني والنادي ده ما يعملش، مش عارف تجيب فلوسك. انا اسف يعني نقطه نظام، اغلب الانديه وعلى راسها النادي الاهلي دافعين مقدم يا جماعه فلوس الحكام، ما هو 90% وتلك كارثه. 90% في فلوس فين؟ ما اقصدش، انا بس قلت اقول لك عشان النقطه الثانيه كابتن اسلام، بخلاف ان انت هو ليه النادي الاهلي متميز عن كل المؤسسات والمنظمات؟ ان عرف يعايش الزمن اللي انت فيه. كل ما انت في سنه في التسعينات بدعت حاجه اسمها حقوق الرعايه، دلوقتي داخل في اعلانات الاوتو اد بقالك 10 12 سنه، لازم الاتحادات والانديه تطور من المنظومه التسويقيه بتاعتها، بمعنى انك توجد موارد دخل جديده، لا تتوقف عند ان انت مستني مثلا التسويق، الملابس، مش عارف مين اللي هي مصدر دخل، لازم تحاول توجد مداخيل كتيره جدا ليك زي ما النادي الاهلي بيعمل دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي عمل اوتوكاد، عمل ديجيتال، عمل كل ده اللي بيسير الوقت، الابلكيشن اللي اتعمل مؤخرا اللي اسمه الاهلي، دي حاجات كتير جدا. انت لازم جزء منها ان انت مش عارف تجيب فلوس عشان تدي الحكام فلوسها، مش عارف تجيب فلوس عشان تجيب لعيبه بالنسبه للانديه، فانت الجزئين ان انت الجزء الاول فيه تدخل انت مش عارف تحصل فلوسك، الجزء الثاني لازم توجد موارد، توجد موارد وافكار بره الصندوق زي ما الاهلي بيعمل عشان تعرف تجيب فلوس. مش معقول يكون عندك مثلا نجوم بحجم محمد صلاح والنني والامور انت ما فيش فلوس، في برضه موضوع انك ازاي تدور على موارد دخل فلوس عشان تعرف تواجه العجز اللي عندك. انت لما يكون عندك نجوم بالحجم ده بالاضافه لنجوم الداخل، ازاي انت بتلعب جنوب السودان دوله نعتز بيها بس لكنها دوله منظمه وهي الدوله بتحاول ان تصبح دوله تستحقها القاره ويستحقها اهالينا في جنوب السودان، ازاي انت فكرتش تلعب مع البرازيل وتسوق ويسوق لك وحاجات كده؟ ما انت الراجل بتاعك بتاع الكاف اخر رد على الجواب. ما انا بقول لحضرتك الراجل بتاعك يا عم، طب قلنا دي قلنا دي مصري يا عم بقى، طب المره دي اهلي والكابتن يا ابو زعلان، لكن دي المره دي مصري يا جماعه، هو الكابتن ابو اللي منع اللي يعني، ما هو ده ما ينفعش برضو عشان انت وبعدين تهترئ على الجانب المغربي فيخرجوا الناس مشكورين يقدروا مصر حق قدرها، يقول لك مين اللي قال ان احنا طلبنا 100,000 دولار؟ ده احنا كنا هنقتسم الدخل مو صلاح ونجومنا المغاربه وحاجه عرض، ده احنا حتى بيحرمونا من التنظيم ده هنا يا جماعه، بيحرمونا من التنظيم ده والسياحه وكذا، كان مصر خلاص ما بقتش شغلانتنا لا السياحه ولا التسوق ولا اي حاجه، كان دي مش سياسه الدوله. ما هو انت هنا تعرف ليه بيتقال على النادي الاهلي كده، لان النادي الاهلي يدخل ضمن خطه الدوله في التنميه العمرانيه، فلما بيعمل اي اوضه وصاله في حته ما شاء الله بيتبني حواليها اوض وصالات ثانيه، يعني ضمن منظومه الدوله، بالاضافه لفرص عمل والكلام بقى اللي ايه لما نقوله يقول لك اصل ليه في الاهلي دول لا مش بنهزر ولا بنهزر، بنقول كلام بجد. لما يكون ليك ابنائك في انديه اخرى، يعني لسه سعد سمير اهو شوف بيقدم مستوى قد ايه وهو في سن كام وغيره وغيره وغيره، لكنه في نفس ذلك الوقت يتحدث دائما انه الاهلي لو محتاجني انا جاهز. تقول بقى الاهلي ممكن ما يتفاوضش كثيرا لان عنده منتج خرج منه يعني ليه حاجه الانديه الاخرى النهارده هو خرج، ما انا بقول لحضرتك لا كمان انت عملت اعارات لانديه انت في شراكات معها بنجوم كبار تمام صحيح، وبالتالي حين يكون هناك فرص للعوده هتقلب في دول يقول لك هو الاهلي يقعد ياخد ايه يا عم، ده منتجه اصلا، ده اولاده اصلا، الخروج كان مساهمه او شراكات مع انديه اخرى، مش كان في مستوى كده وبعدين دلوقتي بقى كويس هترجعه، لا صحيح. ده اسمه بيزنس كرة القدم، اقتصاديات كرة القدم، وبالتالي يا جماعة والله يا كابتن ما تاخد الكلام ده بجد عشان خاطر حاضر. أستاذ عبد الحكيم برضو اللي أنا عرفته يعني أن هناك 40 نادي في الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم اعترضوا على النظام الهبوط والصعود في الدرجة الثانية ووصل لمجلس النواب استجواب في مجلس النواب، وحضرتك مع هذه الفكره ام ضدها؟ وهسال برضه استاذ عصام هذا الامر. بص يا كابتن اسلام، هنرجع بقى لنفس النقطه اللي كنت لسه بتكلم فيها من شويه، تعالى انا همشي معاك نقطه نقطه
القرار اتاجل وهيتاجل تطبيقه. تمام والله. لا انا بدي مثال، انا بقول مثال اتاجل. انت تقول لو اتاجل، انا بقول بدأ هدي مثال اتاجل. لا ممكن يبقى عندك معلومه. لا ما انا ما اتكلمش معلومه. اتاجل حلو القرار تم تناوله وتاجل. طيب هل انتوا كانديه شعبيه حليتوا المشكله اللي عندكم؟ حليت ان انت تفكر ازاي تطور نفسك وتطور نفسك تسويقيا وتعرف تجيب فلوس؟ هل عرفت تستثمر اللي عندك وتحل مشاكلك؟ ما هترجع نفس المعضله، اجلته سنه، اجلته اتنين، اجلته ثلاثه، هتروح فين؟ المشكله فين؟ المشكله ان انتوا كمجالس ادارات او ادارات بتدير انديه مش عارفين تستغلوا، مش عارفين تسيروا الواقع وتمشوا فيه. وانا بقول لك اهو يا كابتن، بعد بكره في اجتماع مع لجنه الشباب في مجلس النواب مع ال 130 نادي او 140 نادي حسب ما تم الاعلان، وان هيعترضوا وان هيتقال. تمام اوكي. طب والمشكله اساسها فين؟ المشكله اساسها فين؟ نمي مواردك. نمي مواردك، ما هي دي المشكله الكبرى اللي احنا كلنا اتحادات وانديه كلنا بنلف حواليها يا كابتن، بنلف حوالين المشكله. انت كمجلس اداره طالع تعترض وبقالك 20 سنه ماسك النادي ده، عملت فيه ايه؟ جبت مصدر؟ هل انت مثلا دلوقتي في ظل التطور الرهيب في الاعلانات دلوقتي اللي اوتواد والاهلي بيعملها والكلام ده كله وانديه بره العالميه بتعملها، انت عملت منها حاجه؟ لما كان النادي الكبير ده كان نادي جماهيري والنادي جماهيري كبير جدا في وقت من الاوقات، فضلت واقف مكانك، الزمن عداك. ما هو ايه الميزه اللي عند الاهلي؟ الاهلي ما بيسيبش الزمن يعدي، بيواكب، بيواكب العصر. هل الاهلي دلوقتي بيعتمد على حقوق الرعايه في التسعينات بس، ولا عنده الرعايه وعنده كده حاجه ثانيه؟ كنا زماننا قفلنا. ما هي دي النقطه. هترجع اعترض، تمام، الغي الدوري، اجله. طيب بعد 10 سنين هتيجي تطبقه، هتلاقي الانديه بنفس الشكل. احنا الكلمه الموضوع ده كابتن من وقت انت ما بتلعب واحنا بنسمع موضوع صحيح صح، برافو عليك. من هي نفس المشكله، نفس الكلام ونفس الطريقه لا نفس، وكل مره يتاجل وكل مره يتاجل عشان الانتخابات، هو بيتاجل عشان الانتخابات، عشان الانتخابات. فهنرجع تاني برضه هيتاجل، بس هتفضل نفس المشكله. الانديه بتندثر، الترسانه مش موجود، البلديه، الاولمب اوكي معاك. وعلى فكره وانا بقولها لكم من دلوقتي، في انديه اسماء كبيره جدا جدا واحنا كلنا بنحبهم، ممكن بعد 5-6 سنين تلاقيهم نفس المصير. ليه؟ لان تفضل نفس الموضوع، معتمد على رجل اعمال، رجل اعمال كبير يبقى هو رئيس النادي يدفع من جيبه. يدفع ويكمل من جيبه نفس الموضوع. ولكن برضو ما هو الموضوع ده كبير برضو يا استاذ عصام. موضوع كبير لو جينا نتكلم فيه، معلش ما هو برضو خلينا ناخد الجانب الاخر. انا كنادي ما تبصش للنادي الاهلي، معلش الاهلي في منطقه اي نادي تانية. فيهم انديه شعبيه، كل الانديه الشعبيه كمان ده بقى 10 15 سنه. انا هكلمك، انت بتتكلم على نادي الاهلي. النادي الاهلي منظومه مقلوبه يا كابتن، انا اسف جدا اقول لك، انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، النادي الاهلي هو الجرار. جميل، هو اللي يعني انا ما بقولكش انك تبقى زي الاهلي يا كابتن اسلام. طيب بقول لك انا ولا باخد بطولات، بقيه الانديه ولا بتاخد بطولات ولا بتحاول يا كابتن؟ زمان زمان الاولمبي ما كانش بياخد بطولات، الترسانه ما كانش منافس. ايوه ما بس خلي بالك، حكيم ما كانش فيها، هم وقفوا مكانهم، ما كانش فيها انديه شركات، هم وقفوا. لا هم وقفوا والناس اتطورت، هم يستاهلوا، هم يستاهلوا اللي حصل لهم. ايوه لان انت اهمال، لا ما يستاهلوش. وقفوا، ما انا جاي لحضرتك، مش النادي الشعبي اللي الناس اختارتهم يديروا. ليه؟ لانه وقف يتفرج مقابل مصالح ضيقة. أيوة على دوري تحول لدوري شركات. طب بينما طب اناقشكوا بقى في النقطة دي. طب ما انا اكمل فكرتي. طب اتفضل. يعني انت لما تبقى الاولمبي وتشوف شركة ادوية جنبك، الكلام ما بقاش فيه خشة. ازاي تسكت وما تقولش للفيفا هو وغيره، مع انها ادارات شاطرة، وفي وقت من الاوقات قبل كده كمان بما فيها شركات عظمى غير دول، انتجت وانقذت الكرة المصرية ربما من الاندثار بسبب منشآت وكذا، لكن التخين فيهم يلعب لغايه 10 سنين واعلانه على نادي شعبي وشكرا وشراكه. ليه؟ لانه هذا النموذج من الاستثمار غير موجود. انت نتاج بقى لاعب حماده وتوتو وعلاقات طيبه وشغل ابن اختي وش كده وعلى مسؤوليتي علاقات طيبه. انا ما بقولش حاجه غلط، ما كل حد فينا قد يحتاج، وبقول ادارات تاني ناجحه وشاطره وبرضه عندهم جزء كده يحتاج تدخل كبير، لانه ممكن برضه يجي تقول له شارك يقول لك وانا الناس دي بيقول لك انا متطوع ممكن يدمر الفلوس. لابد من فكره لهذه الشراكه، لانه هذا النوع من الاستثمار مش موجود في صحيح كل العالم. ولكن يا استاذ عصام، انا كنادي شعبي لما الاقي نادي جاي طلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى وانا بشتري عبد الحكيم ابو علم، وهو النادي اللي الشركه ده عايز يشتري عبد الحكيم ابو علم، فنادي الشركه بيروح لعبد الحكيم ابو علم يقول له انا هديك 10 جنيه وانا بقول هديك 4، تمام، اللي هو سعره، اللي هو السعر الطبيعي اللي انا اقدر ادفعه كنادي شعبي. تمام صح. تمام. فانا لما بقول 4
انت حضرتك بتيجي مش بتقول له 6 او 7 ولا 8، انت بتقول له 10. يا كابتن ما ده اللي قلته له، فانا ما بقدرش اعمل. يا كابتن ما ده اللي قلته لك، لو هم اعترضوا، لو اعترضوا من الاول هجيب منين؟ ما انت الزمن، انت وقفت الزمن عندك يا كابتن عشان تقعد، عشان تقعد في الاداره وقفت الزمن عندك. يا جماعه انت خليت ابو 10 ده، حد ساله دخلك مين في الكره غير المضاربه على اللعيبه؟ انا اسف يعني، حد ساله بتبيع تذاكر ولا لا؟ لا، اللي بيشتري ازاي؟ لا ازاي ده؟ ده 100 لا حد كمان عشان يرضي مراكز الشباب. عارف الشركات دي بيحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هو بيبقى عنده ميزانيه للاعلانات. تمام حضرتك ادرى مني بهذا الكلام. تمام. الميزانيه دي بيعمل ايه؟ بيقول لك بدل ما اصرفها على الاعلانات اصرفها على فرقه الكوره. ما انت قلت اللي انا قلته. عارف يصرفها على اني فرقه كوره لغايه 10 سنين واعلانه على فريق كوره يموله كل العالم كده؟ لا يا كابتن ما تعملش كده، خلينا نتكلم بوضوح. خلينا نتكلم بوضوح. لا انت حضرتك قلتها بكده. انا مش صاحب افكار عظيمه، ده النموذج العالمي حولنا، ده النموذج اللي في المغرب، ده النموذج اللي في الجزائر، ده النموذج اللي في نيجيريا. ها بقول لك ايه القضيه دي يا كابتن؟ مولوديه نفط وهرات، اول ما السيركه سابته ما عملتش فريق اسمه نفط وهران لوحده، بدا يقل مدخوله، بدا ما يتصدرش المشهد في الكره الجزائريه، لكنه عاد وعمل ترن ودخل مع شركه تانية بس مش متذكر الاسم. اذا السيد حسن فريد حي يرزق ربنا يديله الصحه. اوكي، ماده 18 تحظر الشركات دي في الانديه. البند اللي حضرتك بتقوله بقى في الشركات العامه ده معمول للراجل التخين ده يحط كرشه على ترابيزه البنج يلعب، مش يروح يتعاقدوا مع لاعب الاهلي والزمالك والترسانه في البنج بونج ويلعبوا. طب ما هو ده انا بيطن في ودني قرار سيادي لاقتصاد مصر علشان يقول افعلوها ويكون هذا الزواج. طيب انا بس عشان الذي انا عشان ينجح صحيح. كره القدم كسلعه بقى اقتصاديه للخزانه العامه. انا صحيح. بقوله مسؤول عن للخزانه العامه صحيح. مش للانديه بس، مع ان الانديه في لندن في انجلترا كرة القدم يا كابتن طبعا، لان مفيش واحد يشتري لعيبه يا كابتن ها ويقول عندي بند اعلانات فهلعب بيهم كوره، ممنوع يا كابتن. حاجه تانية، الساده النواب انتم ضليتوا الطريق، خلوا مراكز الشباب واحد يلعب سله وواحد يلعب جري وواحد كذا، وهاتوا له اعلان حتى لو العطاره اللي على ناصيه القريه، وهاتوا للتاني اعلان من الراجل بتاع غزل البنات، كل وقدره. ده محتاج قرار سيادي. طيب. هكون سعيد ان شاء الله لما اسمعه. من فضلكم احنا بس محتاجين للشباب في الاعداد الحلقه او الموضوع ده نفتحه. انت وعدتنا انه ده يبقى ملف صح. ونعود له صح. كثيرا لازم يعني. نقعد ونرفع مصداقيه الاهلي للدوله. احنا لو تفتكر لما كنا لما كنا بنقعد كنا اربعه، كنا اول ناس اتكلمنا على موضوع اللعب النظيف. نقعد اربعه ونتكلم لا مش اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف، لان انت وقتها كنت في انديه بتجيب لعيبه بارقام، ده اللي كان الموضوع بيتكلم عليه استاذ عصام، وانت ما بتعرفش تحاسب، لكن لازم تعرف. هو ده ما هو ده اللي بقوله ان احنا ده اللي فتحناه من اول السنه دي اعتقد صح. مش كنا لما كنا قاعدين كنا في شهر 7 اللي كنا في شهر حاجه أيوة. كده وساعتها اتهاجمت هجوم يعني، وقال لك انت بتتريق على مش عارف مين. صحيح. طب اقول لك حاجه مهمه. النهارده وعلى مقربه من مدينه الانتاج جلس السيد كامل ابو علي والسيد مصلحي ومعهم نفر من رؤساء الانديه الشعبيه لمحاوله الانقاذ. بس جلسوا مع مين؟ مع زعيم الرابطه اللي هو مدير تنفيذي في شركه ورئيس تنفيذي لشركه تانية تمتلك فرق. نعم. فقال لهم ده الانديه دي في عينينا، مفيش حاجه اسمها كده. الدوري المصري لم يباع، واعدها لك كل ما قبلك، الدوري المصري لم يباع حتى الان. صحيح. تمام. اذا نحن نحتاج ان تتحمل قناه الاهلي مسؤوليتها كالنادي الاهلي دائما، وهي احد اهم روافضه، وتفتح هذا الملف، لانه لا في انتكاسه للشركات دي. ده انا بقول واعيد واكرر، شركات تنجح اداريا تفتح ما قدمته من منشآت لأهل المناطق اللي هم فيها كأندية. حقيقي. إضافة حقيقي. للتنمية. صحيح. وتلعب لحاجز العشر سنين. عارف ساعتها مع احترامي اللي بتوع الأكاديميات، لا توجد أكاديمية في العالم فيها طفل بيدفع فلوس إلا هاي ستاندر، فده كده كده أهله وبرافو عليهم، مش عايزينه يروح يلعب كرة قوي، عاوزينه بس يحموه من حاجات. لكن النموذج في أفريقيا أنت تدفع للأولاد وتنمي حتى عائلاتهم. ده مهم جدا، وده موضوع مهم جدا هنتكلم وعد يعني. لا خلاص، عندي اوراقه مهمه جدا. ان شاء الله ربنا يكرم، وان شاء الله ان شاء الله بس نعدي ماتشات الدوري الثلاث اربع خمس ماتشات اللي جايه. حق الانديه على النادي الاهلي بالمناسبه طبعا. لا وهفتح وهخلي
وهنحاول طبعا نجيب الكل اللي حضرتك بتتكلم عليهم كل واحد وله قد يكون له رؤيه حضرتك تقتنع بيها. ارجوه ونحاول مش حاجات اقناع, عايزين نموذج او بس نموذج بس على معلش انا عارف ان حضرتك عايز تختم يا كابتن بالعقل. احنا انا هقولها لك والله العظيم, احنا بننتقد كتير جدا حاجات في اتحاد الكوره, بس المنطق وبالعقل بيقول لك الكلام ده لو اتطبق ده الصح. انت دلوقتي بتوجد, انت مش هينفع تعمل رابطه ل 48 نادي بيلعبوا في دوري الدرجه الثانيه وتذيعهم تلفزيونيا في ملاعب صعبه, فلازم تعمل دوري ده. لكن القضيه كلها انت هتفضل كل سنه تيجي تعمله هتواجه بالموضوع ده. طيب ايه الانديه دي اجل المره دي, وانا بقولها لك اهو بعد خمس سنين تعالى طبقه هتلاقي نفس المشكله, ما عندناش موارد ما عندناش موارد ما عندناش موارد. طب يا جماعه ما انتوا هتفضلوا واقفين كده مدى الحياه. طيب اتمنى ان حضراتكم اقول لك حاجه لطيفه قوي. هو ليه كل واحد مستسهل انه يشتري لعيبه وكور ويحط فريق من الرابعه للاولى؟ طب ما مره واحد يستثمر في استاد فيزود المنشآت الماتش ب 150,000 شوف مكاسبه, ويبقى مول وسينما وترفيه وكذا 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 وسنتر ثانويه عامه لو حب كمان. لكن كله عاوز دي اللي ملهاش حساب زي ما هو قال. اتحاد الكره انا معاه بقى, اذا لم يفعلوا كلنا معاه في اتحاد الا هذا اذا لم يفعلوا الا هذا برافو عليهم. طبعا لو وصلوا لهذه النقطه يبقى مش برافو عليهم, ده هايل. قبل بس ما اختم لانه الموضوع ده احنا فعلا محتاجين تختم بسرعه قوي. لا مش بسرعه, الساعه 2 ما في ناس لسه عايزين يعرفوا هنعمل ايه في الناس دي. لا هنوصل لهم وهنتكلم عنهم, هيبقى الموضوع كاملا. بس ده وعد من قناه الاهلي ان شاء الله. ما لا تقلق يعني, لكن هو احنا بس الفتره اللي فاتت بطوله افريقيا خالص. وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا عندنا دوري وعايزين نقف في ظهر كاس سوبر افريقيا بعد ما هيبقاش في وقت. نعم كاس سوبر افريقيا بعد الدوري ما مفيش وقت اصلا. لا بعد الدوري ممكن نخطف في النص يعني. هيبقى لسه ان شاء الله ونطرح ورقه عمل من قناه الاهلي ونطرح ورقه العمل دي من خلال قناه الاهلي ومن خلال وجود حضراتكم, ونجيب بقيه الزملاء ونتكلم في هذا الامر ونعملها قضيه راي عام زي ما كنا عاملين اللعب المالي النظيف واللي حصل في بدايه. تاخد رقم كده 27% مما تحتاجه الخزانه العامه يدخل من مشروع كره القدم الشبيه بالخمس دوريات الكبيره, لا فكره حد ولا احسنه. يلا تمام. اخيرا توقعاتكم ايه للهبوط السنه دي؟ لا يصعب, بس الجدول اللي انا شايفه اللي في الاخر دول هم يعني الأقرب. غالبا الاقرب. لا معركه سبع انديه من المركز ال 12 من اول سيراميك كليوباترا 33 نقطه لحد طلع حرس الحدود بره الموضوع لحد الداخليه 29 بونت, فرق 4 بونت من المركز ال 12 لحد المركز 17 33 سيراميكا, الداخليه 29 بونت. السبع انديه دول في اثنين منهم هيروحوا, فالدنيا صعبه جدا بالنسبه للسبع انديه دول. ما فيهاش حد فيهم يضمن انه يقعد الا في فرقتين بيلعبوا لاعبين 31 مباراه يمكن لهم فرصهم اقل, بس الدنيا صعبه جدا بين السبع فرق دول عشان اثنين منهم يحصلوا حرس الحدود. عموما سيراميكا, اسماعيلي, غزل محله, طلائع, اسوان, داخليه, هم دول السبعه اللي هم من 33 نقطه سيراميكا لحد الداخليه 29 نقطه. النقطه كام من تحسبها صح؟ النقطه كام؟ 36 ما عشان كده انا استثنيت اللي هو يعني تعدي ال 35 تعدي ال 35 36 بقى 37 ما شاء الله. حكيم بيبقى يعني لا حكيم في الحاجات دي بيظبط. عموما انا بشكركم جدا على وجودكم معنا, شكرا جزيلا للاستاذ عصام, شكرا جزيلا للاستاذ عبد الحكيم, وان شاء الله نوعد حضراتكم ان شاء الله ان خلال الفتره اللي جايه, لانه هذا الموضوع هو موضوع هام جدا 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 ويجب ان يتم فتحوا من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا أستاذ عصام, شكرا جزيلا أستاذ حكيم, أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.